السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مساء الخير في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020، ومواصلة لحلقة سابقة كان عملناها مع دكتورة سبنة ودكتور حسام حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية، العقبات مقترحات الحلول. تكلمنا على العقبات أكثر من الحلول المرة اللي فاتت. اليوم يشرفنا طبعا ويسعدنا انه يكون معنا برضه دكتور بكري جاك المدني، استاذ مشارك في السياسه العامه والاداره بجامعه لونج ايلاند في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه. ونجدد الترحيب بدكتور حسام الدين حسن عباس اسماعيل، الاقتصاد القياسي والخبير الاستراتيجي من السودان. ومجددا برضه استاذه سبنه امام اللي هي مرشحه الدكتوراه في هولندا في الاقتصاد. فمرحب بكم جميعا، الناس الموجودين في زوم هنا ده سجلوا لحضور الجلسة، وكذلك الناس المتابعين عبر مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم البث بيكون عبر حساب دكتورة نعمة طلة الحمر، وهي أيضا من المشرفين بتوع الباحثين السودانيين. فمرحب بكم مجددا. نبدأ في البداية بأنه الناس بس يا ريت لو وديتوا نفس خلفية شوية، سبنا وحسام وبكري، عن نفسكم شوية عشان الناس يعني ما تابعوا قبل كده يعرفوكم. تفضلوا سبنا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. سبنا محمد عباس إمام. أنا يعني بشكر أول حاجة مجموعة الباحثين إن تحتينا الفرصة نتكلم. أنا مرشح للدكتوراه، باحث بدرجة الدكتوراه في جامعة إيراسموس يونيفرسيتي روتردام في الاقتصاد، ومحاضر في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد قسم الاقتصاد. إن شاء الله الحاجة اللي إحنا بنقدمها لكم دي تفيدكم وتكون حاجة يعني نافعة للجميع يعني. شكرا جزيلا. حسام. كده الصوت واضح؟ واضح، تفضل. أنا حسام الدين حسن عباس إسماعيل، اقتصادي قياسي واستراتيجي، أعمل بمجموعة دال ومن لجان المقاومة الميدانية، و بشتغل في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للتصنيع الثقيل وللاتصالات وللنمذجة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي. نعم، شكرا. فرصة سعيدة. شكرا جزيلا دكتور حسام. دكتور بكري. طيب، مساء الخير. معذرة يا اخوان، انا ما عندي الليلة زول يمسك لي الشاب ده، وعشان كده يعني كنت موقف الكاميرا. معلش، انا اسمي بكري جاك المدني. ده جزء من معاناتنا هنا في الأسرة الممتدة في السودان. كان ممكن يكون هسه يكون نحبوه، لكن هنا ما عندنا طريقة غير إنه هو. اسمي بكري، أنا شغال في أستاذ مشارك في جامعة لونج آيلاند هنا في بروكلين في نيويورك، ومجال البحث بتاعي عادة في القضايا بتاعت الحوكمة والقيادة وسياسات السكن و اقتصاديات المجتمع المدني او المنظمات الغير الطوعية. سعيد انه اكون معاكم، واتمنى انه بعد شوي يكون وضعي في افضل، انه اقدر اتكلم يعني، لانه هسه واضح انه البراكت شايفين المعاناة يعني. فشكرا للاستضافة، وحيي المجهود المقدر من دكتور نور وكنا نعمة في الاستضافة. شكرا لكم. شكرا جزيلا. طبعا مرة ثانية يا اخوان احنا نشكر دكتورة نعمة طلة الفاتح، لأن هي الموضوع ده أصلاً بدأ منها، جلسات الاقتصاد والوضع الراهن وكده، دي أصلاً جاية من دكتورة نعمة، فلها الشكر الجزيل. طيب، نحن عملنا جلسة المرة اللي فاتت، والجلسة دي مسجلة وموجودة في قناة الباحثين السودانيين على اليوتيوب، اللي هي لو أي واحد دخل على اليوتيوب وكتب الباحثين السودانيين بيلقى فيه زي ما في لسات كثيرة جداً، في قوائم كثيرة جداً لموضوعات مختلفة في موضوعات الاقتصاد، وبيلقى فيها الجلسة الأولى. الجلسة الأولى دي كانت تقريبا قبل يعني تقريبا شهر إلا يومين، اللي هو كانت يوم 19 يوليو، الليلة احنا في 18 أغسطس. فشنو اللي تغير يعني احنا من الوقت ذاك؟ هل الأوضاع مشت لوضع أفضل، ولا الأوضاع مشت لوضع أسوأ، ولا استقرت على ما هي عليه؟ دكتور سبنا تفضل. طيب، السلام عليكم. يمكن كل الناس طبعا متابعة يعني زي ما قال الدكتور، مع مرور شهر أو أقل من شهر يعني على جلستنا الفاتت، لكن تسارع ما
عاوزة، أنا ما بحب أحبط يعني أقول تسارع التدهور الاقتصادي في السودان، لكن تطاول الأزمات يعني، ودي مفروض إن هي حاجة تخلينا نحن نقف ونراجع إنه what is going on. إحنا المرة فاتت تكلمنا أسهبنا كثير في إنه المشاكل شنو والعقبات والتشالنجز ذات السياسة السودانية شنو والاقتصاد السوداني شنو، وأصبح بتداول الميديا أغلب الناس برضو عارفين، لكن للأسف الشديد في حاجتين مفروض إنه كانوا يتعاملوا ما تعملوا. من أهم الحاجات دي اللي كانت مفروض إنها تتعامل المؤتمر الاقتصادي المقام، أنا يعني شخصياً بشوف إنه كان لازم نوسع المواعين بتاعة المشورة الاقتصادية نفسها، يعني إنه ما حتكلم بحاول قدر الإمكان بعيد من الأمور السياسية، لكن بالتأكيد التدهور الحصل والمتسارع ده لا يمكن تفسيره بالمؤشرات الاقتصادية البحتة. يعني أنت لو أصلك أنت حاولت تفسره عليه أنه هو مضاربات، الناس يقول لك مثلا الدولار زاد لأنه في مضاربات في الدولار، لأنه مثلا اللجنة الاقتصادية للطوارئ قامت أتاحت القصة بتاع تصدير الذهب دي لكل الناس، بالتالي أصبح في إقبال شديد جدا على شراء الذهب وشراء الدولار، فارتفع التضخم بالشكل اللي احنا شفناه في الريسنت past days. لكن اللي انا عاوز اكد عليه انه ده ما بيتفسر اقتصاديا، او ده ما اضاف شيء للمشهد اللي احنا ناقشناه المره اللي فاتت، انه اصلا في ازمه بتاعت budget deficit وفي ازمه بتاعت balance of payments الاقتصاد السوداني وفي ازمه بتاع سياسه. لكن الان في الشورت رن هي الحاصل من التدهور ده يفسر بشيء واحد بس، انه نحن في الست شهور او في السنه اللي فاتت المره دي من عمر الانتقاليه ما احسننا اداره الاقتصاد. وأنا بفتكر إنه السبب الأساسي في المسألة دي هو إنه ما حاولنا نوسع، يعني نستصحب كل الجوانب أو كل جوانب الأزمة، أو ما حاولنا نستمع لبعضنا كاقتصاديين بشكل متكامل، أو حصل إقصاء، أو أنا بقول إنه كان لازم إنه يحصل مؤتمر اقتصادي مش عشان إحنا نطلع بسياسات بقدر ما إنه إحنا نناقش المشكلة، لأنه المشكلة الاقتصادية السودانية دي مشكلة معقدة ومالتي دايمينشنال متعددة الجوانب، الجوانب المتعددة دي بتخلي إنه المفهوم المنقذ وزير مالية منقذ أو مدرسة اقتصادية منقذة مفهوم ريديكيولوس سخيف، يعني لأنه هي القضية أكبر. وأنا كنت قبل كده تكلمت إنه الاقتصاد السوداني ده الآن في مرحلته دي هو بيعاني من حاجة اسمها فشل السوق، فشل آلية السوق، لأنه هو اقتصاد حر طبعا، يعني الاقتصاد السوداني ده المدرسة للناس اللي ممكن يكونوا ما عارفين نحن بنتبع ياتو مدرسة، نحن بنتبع المدرسة بتاعت الاقتصاد، تحرير الاقتصادي والاقتصاد الحر، وده السائل، وده أغلب الاقتصاديين حتى الموجودين في المؤسسات الاقتصادية السودانية هم أبناء هذه المدرسة. لكن لازم هؤلاء الاقتصاديين يدركوا إننا الآن في حالة بتاعت فشل السوق، يعني هذا الاقتصاد لن يتحسن من ذات نفسه ولا في الشورت رن ولا في اللونج رن، لأنه إحنا تجاوزنا المرحلة، هو التدهور ابتدى أصلاً، يعني التصاعد الشديد في التدهور ده يمكن ابتدى من بداية 2018، قول إحنا دخلنا في حالة بتاعت ركود كاملة وريسيشن يعني غير قابلة للخروج، يعني زي لما تقول إنه المريض دخل في حالة بتاعت كوما، ده بيعني إنه ما في أمل في العودة، يعني ما في خطوة باك، ما في رجعة. فلما تكون ما في رجعة معناها شو معناها؟ لأنه إحنا اقتصاد السوق الحر بيعتمد على فكرة إنه المؤشرات والريجيديتيز بتزول في المدى الزمني الطويل، كان في يعني ريجيديتيز في الأسواق، مع فريجيديتيز دي ممكن نسميها شنو معوقات أو مش معوقات، معوقات هيكلية موجودة في الاقتصاد يعني مثلا نقابات العمال مثلا، إحنا إذا متوقعين أن الأجور مفروض تنخفض، قامت الأجور دي ما انخفضت، متوقعين أنها تنخفض على أساس على أنه في اللونج ران الاقتصاد بسوق العمل بعمل بالانس لنفسه، يعني إذا العملية دي في اللونج ران ما تمت، ده مؤشر لأنه في مشكلة، إنه المشكلة أكبر من آلية السوق، وإنه لابد من إنه الدولة تتدخل في المرحلة دي. وده كلام حتى المدارس الاقتصادية الكلاسيكية نفسها بتحبزه، بل وإنها نفذته، ولما يكون الركود يستمر لأكثر من 3 سنوات معناها أنت عندك مشكلة، معناها آلية السوق ذاتها فيها مشكلة. فأنا بلخص المشكلة الاقتصادي السوداني الريسنت يعني في الشورت ران، ما في اللونج ران، لأنه في اللونج ران إحنا تكلمنا إنه المشاكل شنو في اللونج ران أدت الآن للتدهور، إنه نحن في حالة بتاعت آلية فشل سوق، وإذا استمرينا في الإصرار على ذات السياسات، بمعنى إنه نحن ننتهج السياسة اللي بيسموها inflation targeted economic policy أو السياسة الركض فقط وراء إنه نحن بأي طريقة نحقق الاستقرار
الاقتصادي بآليات السوق، يعني القصة بتاعت نرفع الدعم ده كله ما حيدي، هيستمر الوضع ده ماشي في التدهور، لأنه الآن أنا بشوف أنه لازم الاقتصاد يتقفل، ولازم إحنا نعمل يعني شوك كبيرة جدا جدا، تغير من شكل تركيبة الاقتصاد نفسه، عشان أنت بس توقف التدهور، مش عشان أنت تعالج، لكن عشان أنت بس توقف التدهور. الآن لابد من تدخل قوي للدولة الآن في الاقتصاد السوداني، لابد من أنه الدولة تسيطر على القصة بتاعت الذهب دي تماما، مع أنه في ناس كتار ممكن يختلفوا، لكن أنا بتكلم في الشورت رن، بتكلم في أنه الدولة، يعني الدولة السودانية دي لما انفصل جنوب السودان إحنا أصبحت عندنا دولة جديدة، لكننا ما تعاملنا بالأساس ده. يعني الدولة بتاعت جنوب السودان لما حصل الانفصال ما كان عندها مصدر للدخل لميزانيتها غير الأويل. فتخيل مثلا أنه دولة ما فيها مؤسسات وكل القطاعات الأخرى بتاعتها ضعيفة، إذا ما هي سيطرت على قطاع النفط بتاعها هتجيب قروش من وين؟ وده حصل لما حصل الأويل شات داون سنة 2012، الاقتصاد الساوث السودانيز يعني انهار بشكل فظيع جدا جدا، لأنه هو معتمد كومبليتلي على النفط. بنفس القدر ده كان اقتصادنا معتمد ضحية يعني في ليلة الانفصال، بنفس القدر ده كان اقتصادنا معتمد على النفط، لكن كان الذهب اوريدي يبدا يتنامى من قبل كده، بس احنا ما كنا شاعرين بيه. يعني الذهب في السودان من منتصف التسعينات ابتدى ينتعش، لكن شهد البومينج بتاعه بعد الانفصال، او الناس ابتدت تشعر بيه وتشعر بالحياه اللي حصلت فيه. مفترض انه كان طوالي تو ستيب داون، انه الدوله تكون من الوقت ده جهزت سياسات انه ده مصدر بتاع الدخل، دي الطريقه اللي انا ححافظ بيها على القصه بتاعت التضخم والمؤشرات الكليه اللي من دونه ما بتقدر انت تضع ذاته سياسات لاي حاجه. لكن للاسف الكلام ده ما حصل، وللان هو ما حاصل. للان الدوله زي ما انا قلت ما مسيطره على المورد ده الاساسي، واي حديث عن انه غير المورد ده في لوكراتيف سورس، يعني اي حديث عن انه في مورد الان ممكن يوقف لنا التضخم تدهور العمله ويجيب لنا نقد اجنبي غير الذهب هو حديث ما صحيح، يعني لأنه ده المورد الآن الأساسي لدخل الدولة وللنقد الأجنبي. فأنت الآن عشان تنقذ المريضة لابد من أنك أنت تتأكد أنه الدولة وضعت يدها تماماً على القصة دي. فأنا أفتكر أنه الحكومة لغاية الآن ما قادرة تلقى الآلية المناسبة، لأنها هي يعني لأنه إيرادات الذهب تجد طريقة لميزانية الدولة، وإذا ظل الوضع على ما هو عليه سيستمر التدهور. يعني ممكن نتكلم عن زراعة، ممكن نتكلم عن صناعة، لكن ده كله في الميدل وفي اللونج رام. لكن في الشورت رام ده ما أنا لا أرى، يعني أنا شخصيا ما بشوف حل تاني غير كده، لأنه أنت عندك بادجت ديفيسيت كبير جدا جدا وما بتنتج أي حاجة، للأسباب برضو ناقشناها المرة اللي فاتت، حكاية الكراودينج أوت إفكت، وكيف أنه فترة النفط ذاتها أضعفت حتى قدر الصناعات الوليدة اللي كانت موجودة، وانه يعني صراحه كده احنا ما عندنا حاجه كان غيره. ولما مشى اصبح البديل الجاهز هو الذهب، والذهب الان ليس تحت سيطره الدوله، فهذه الدوله مفلسه، يعني ما عندها مصدر بتاع الدخل، فهي ما حتقدر تسيطر، لانه بنك السودان نفسه هي سياسات الماليه والنقديه بتعتمد على انه البنك المركزي يكون فيه مخزون من النقد الاجنبي، وبتعتمد على انه خزينه الدوله يكون فيها قروش، والحاجتين الاثنين دول ما موجودات، لأن السياسات المالية بتعتمد على الانفاق الحكومي والضرائب. طبعاً الضرائب معروفة إنها هي ضعيفة، والإيراد الضريبي والتحصيل ضعيف، والشريحة اللي بتدفع الضرائب نفسها في السودان شريحة ضعيفة، فبالتالي بقى ما بتقدر تعتمد عليه كمورد كبير، بالإضافة لأنه حتنفق الدولة من وين إذا كان ما عندها مصادر بتاع الدخل. الجانب الثاني البرضو rarely to be discussed، ويمكن احنا في تجهيزنا للحلقة دي برضو الدكتور بكري أشار له، وهي المسألة بتاعت الإنفاق الحكومي. يعني برضو الإنفاق الحكومي الكبير، في ناس تتكلم كثير عن الإنفاق على الدعم، يعني أكثر لما الناس يتكلم عن الإنفاق وتتكلم أكثر حاجة عن الدعم اللي بتقدمه الدولة للدواء وللبنزين أو الحائز على الجدل الأكثر يعني. لكن برضو في public expenditures نفسها، يعني إنه الدولة بتنفق على نفسها، على جهاز الحكومي كله والسيادي، انفاق كبير جدا جدا ما بيتماشى مع الظرف الاقتصادي الموجود، يعني ما بيتماشى مع قدراتها، ما بيتماشى مع الريفينيوز بتاعتها، مع العائدات. انا ذكرت انه الدوله ما عندها ريفينيوز، مصادر متعدده، لان احنا ما عندنا تنوع اقتصادي، ما عندنا دايفرسيتي في مصادر الدخل، وبرضه دي ناقشناها المره اللي فاتت باسهاب نتيجه لانه النفط ازاح كل مورد، حتى الزراعه ذات اضعفت جدا، الزراعه عشان ترجع ثاني تو تيك اوفر عاوزة لها 5 سنوات أو 7 سنوات يعني.
في نفس الوقت الذهب يعني لأنه تكلمنا برضو إنه تركيبة الدولة الريعية ما بتسمح بإنه الدولة يعني إنه الريع بتاع المصدر زي الذهب أو الماس أو النفط إنه هو يجد طريقه حقيقة لخزائن الدولة. يعني في معوقات سياسية يمكن نحن عارفينها كلنا كسودانيين إنه الذهب ده هو مصدر مش لدخل الدولة لوحدها، هناك من ينافس الدولة في هذا الدخل، كل المؤسسات المنتفعة وكل الجهات المنتفعة من تهريب الذهب ومن التجارة بالذهب نفسها هي بتنافس الدولة في هذا وللأسف الدولة هي الأضعف، هي الحلقة الأضعف في إن بدليل إنه 10% فقط من إيرادة الذهب دي بتخش الخزينة لضعف السياسات نفسها ولتركيبة الدولة الريعية إنه يعني من هم موجودون أصلاً على مسيطرين في رأس الدولة يعني في مفاصل الدولة نفسها هم منتفعين من القصة حقت الذهب دي وحريصين على إنه هي ما تمشي في خزائن الدولة لأنه هي كيكة إذا عيد توزيعها هتكون خصم على منفعة شخص ما منهم كيف ده كلام مؤسسي وحوكمي يعني من هم المنتفعون من منظومة الذهب الآن وكيف الطريقة اللي بينتفعوا بها دي مهمة القصة يعني a story of governance يعني مؤسسية إنه الدولة لازم تكون عندها مؤسسات تمكنها من إنها تضع يدها على الموارد بتاعتها وتتأكد إنه الموارد دي وصلت لخزينة الدولة ثم تتأكد إنه الموارد دي تم إنفاقها بشكل يخدم الاقتصاد في المدى الزمن المتوسط والطويل. البروسيس دي ما قاعد تحصل لأنه نحن مؤسسياً ضعيفين ولأنه الباور نفسها النفوذ في الدولة الريعية والثروة مربوطات ببعض. يعني أنت بتمتلك الثروة تضع يدك على المورد وبيكون عندك النفوذ، يعني أنت بتكون صاحب القلم وصاحب المورد، فبالتالي بيبقى صعب جدا إنه يعني المورد ده يلقى طريقه للنفع الجماعي بمعنى إنه يمشي خزينة الدولة ويظهر للناس في شكل استقرار اقتصادي وبعد كده يظهر للناس طبعا في شكل تنمية يعني more inclusive kind of growth. الآن الاقتصاد السوداني من أكبر ثالث مصدر للذهب وحصل contraction في الاقتصاد بقرابة 9% يعني ده المتوقع له حسب آخر تقديرات إنه بنهاية 2020 الاقتصاد will contract ب9% يعني أنت already بيحصل لك draining للwealth بتاعك يعني نقص contraction ده معناه أنت نميت بماينس 9 يعني أنت نقصت في الجي دي بي بتاعك عن السنة الماضية بحوالي 9% وده شيء غير منطقي وغير مقبول في دولة تعتبر الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الذهب. أصلاً ما ممكن يحصل حاجة زي كده بأي حال من الأحوال إلا إذا كان في ديفكت في داخل الطريقة اللي إحنا بندير بها المورد ده نفسه. فأنا أفتكر أنا دي حسب وجهة نظري يعني من غير ما نحاول إنه إحنا نخش في تعقيدات بتاعة تضخم وما بعرف الكلام الممكن غير المتخصصين ما يفهموه، لكن حالياً الدولة السودانية الريفينيو بتاعها ضعيف، منصرفاتها هي نفسها كبيرة جداً جداً، لابد من إنه أنت تقلل المنصرفات. يعني الدولة عندها حاجتين لازم تعملهم، تقلل المنصرفات لأدنى مستوى ممكن، تدنيها يعني تنقص المنصرفات بشكل واضح في كل شيء، في أدق التفاصيل الصغيرة حتى في الصرف الحكومي نفسه، وفي نفس الوقت تحاول إنها هي تسيطر على المورد ده بأي شكل إن كان، تضمن إنه at least 50% من الإيرادات بتاعته 50%، يعني ترفع 10% دي تاني 40% لخزينة الدولة. في اللحظة دي حيحصل توقف للتضخم وحيحصل استقرار في سعر الصرف، بعد كده ممكن هي تبني على كده لكن ليس قبل ذلك يعني. وشكرا. شكرا جزيلا. طيب دكتور حسام، اليوم كان في مواكب يعني هادرة في الخرطوم بالذكرى بتاعت السنوية للتوقيع على الوثيقة الدستورية، وقبل فترة بسيطة سمعنا كان في تسريبات في إنه في عربات المجلس السيادي هيشتريها، ما عارف الميزانية، تم إجازتها شهر 8. دكتور حسام ورينا المشهد. سامعك والله. شوف يا دكتور أنور، طبعا أنا سي مبدئيا قاعد أمر على التعليقات في الفيسبوك وعندي زي رمية كده هعملها قبل ما أجاوب على سؤالك الكريم وأبدأ أواصل من حيث انتهيت في التسجيل الفات ومن حيث ما يعني انتهى الدكتور سبنا. المناصرين لسياسة التحرير الاقتصادي أو السياسة النيوليبرالية أو سياسة وزير المالية السابق دكتور البدوي أو وزيرة المالية المكلفة
دكتورة هبة أو حتى توجه رئيس الوزراء حمدوك والكتل السياسية الداعمة له، كل المجموعة الكريمة دي لما تجي تنتقد الكلام اللي بتقوله دكتورة سبنة ده والاقتصاديين المستقلين اللي بينادوا بتكوين نموذج سوداني خاص لحل المشكلة الاقتصادية السودانية بيتهمون بأنهم بيتكلموا كلام نظري. الكلام النظري طبعا في التعريف القاموسي العامي السوداني اللي هو ده الكلام اللي ما عنده معنى، أو الكلام يعني الواحد يكون يعني على أحسن الظنون بيكون ده يقول الكلام ده صعب التطبيق وإنما هو موجود في مخيلة وأذهان الشعراء وكده. التعريف القاموسي لكلمة نظري ذاته يعني طبعا جانا من الفرنجة، يعني ما جانا من لغتنا نحن، جانا من ترجمة لكلمة theoretical، والخواجات لما يقولوا theoretical بيقصدوا يعني theory، بيقولوا نسق الأفكار اللي بتشرح ظواهر اجتماعية أو فيزيائية أو طبيعية في الدراسات الاجتماعية والدراسات الطبيعية بعد مشاهدات وافقت الفرضيات، في فرضيات supposition. كان عندنا موجود للسادة في الباحثين السودانيين طبعا بيكون عندهم معرفة كويسة في فلسفة العلوم philosophy of science، فما في حاجة اسمها نظري، يعني نظري نظري اللي هو الكلام الذي لا يمكن اللي هو ما عنده وجود، وهو الكلام اللي تفضلت به دكتورة سبنة أو كلام الاقتصاديين الفاضل اللي عرضوا به السياسات بتاع الدكتور البدوي وزير المالية السابق objectively، هي سياسات عندها وجود، يعني ما كلام قاعد في مخيلاتنا نحن بنقوله لا يمكن تطبيقه، وهو ليس شعر يوصف مثلا محبوبة لا وجود لها أو كائن جميل خرافي لا وجود له، لا ده بينتقد في حال بمشاهدات وبأسس علمية سواء كانت مقتبسة من المدرسة النيوكلاسيكية أو من النماذج الاقتصادية الخاصة اللي هي عملوها اقتصاديين معتبرين قاموا باقتصاداتهم من أوضاع مشابهة للسودان أو أسوأ من السودان. فلما نجي نقول العمل الدكتور بدوي ما سليم ودي نتائجه، أو الماشي عليه دكتور هبة ومعاه دكتور حمدوك ما سليم وحيدي لنتائج أقصى، ده ما كلام نظري، ده أسي إحنا واقع الليلة، إحنا الليلة واقع الآن، ده كلام براكتيكال محسوس ملموس. الحلول اللي ذكرناها في التسجيل الفات معك يا دكتور أنور ما حلول نظرية. ليه ما حلول نظرية؟ لأن الواحد عشان يعملها بيقوم بيطلع من بيته بيركب العربية بيمشي الشغل بيقابل المنظومة العسكرية الاقتصادية بيقول لها تبرعوا أو أدونا قروش، ده ما كلام نظري، ده كلام بيتعامل بالخطوات الميكانيكية اللي أنا ذكرتها. لما نقول نرفع الجهد الضريبي من 5 إلى 20%، ده بيعني إنه وزير المالية عبر وكيل مصلحة الضرائب بيمشي وبيقوم بيشرع تشريعات مدعومة بالنيابة وبالبوليس عشان يجيب قروش الشركات اللي هي قاعدة مسجلة وما بتدفع ضرائب، ده ماشي نظري. إحنا ممكن نقول مجاملة لأخواننا المتعاطفين مع الدكتور البدوي أو حتى هم النيوليبراليين، بنقول لهم تقولوا كلام ده صعب لكن ما تقولوا نظري بالمعنى القاموسي العام، يعني العام بتاع السودانيين، يعني مش بالمعنى الساينتيفيك اللي إحنا بنفهمه لما نقول this is theoretical. فطبعا في جانب تاني من الثيوراتيكال اللي هو الثيوراتيكال فيزيكس، اللي هذا الجانب اللي هو مثلا السفر عبر الزمن إذا ثيوراتيكال فيزيكال كونسبت، فيه معادلات رياضية موجودة لكن عشان يتطبق، يعني رياضيات ماثماتيكس موجود لكن عشان نسافر عبر الزمن I need technology. في جانب احنا بنتفق معه، الحلول احنا بنقدمها دي ما عندها صلة بالمعنى الثيوراتيكال بتاع الفيزيائيين اللي هو السفر عبر الزمن، ده كلام موجود وطبق في دول كثيرة جدا وعبرت. فده زي رمية صغيرة كده عن يعني الناس اللي بيجي يقولون انتو كلامكم ده نظري والتطبيق حاري، هو التطبيق حاري دي احنا نتفق فيها معه، لكن دي ثورة احنا ما عملنا حاجات حارة كتير، احنا 6 شهور قاعدين في الشارع لحد ما اصغطنا البشير والكيزان، يعني ده كان كلام، يعني لما احنا قلنا في الجامعة كان كلام نظري لكن بيقى ما نظري بيقى عمل. فبالتالي احنا بنمشي على الدرب او البرنامج اللي خطته الثورة ونواصل عليه، والكلام ده انا بوجهه لمعالي رئيس الوزراء حمدوك وطاقمه مكتبه الكريم وكل المجموعة التيم الاقتصادي اللي هو قاعد بيحاول يصلح في البلد، نيتنا في حسن ظننا تكون حسن لكن هم قاعدين يأذوا في المواطن. طيب دي الرمية انتهت.
نخش في المواصلة لسؤالك أو إجابة على سؤالك يعني لو سمحت لي دكتورة سبنا، أنا ما حزيد كثير عن التسجيل الفات اللي هو كانت حلقة قيمة، لكن ممكن أدي بريف. نحن نقدنا في التسجيل الفات السياسات بتاعت البدوي، سياسات النيوليبرالية، وفي ظرف مما يعني معالي ونزل من الوزارة وتستلمت معالي الوزيرة الجديدة المكلفة، نحن في الاكستنشن بتاع آثار تطبيق سياسات البدوي، وكلنا شايفين الحاصل شنو. تفضلت بذكره دكتورة سبنا، نتكلم عن قفزة تضخمية 143%. الحمد لله التضخم المرة دي احنا زادت نكون متوقعين يوصل 160، لكن جاملنا بزيادة زي بتاعت 5-7%، لأنه الباترن بتاعت زياداته مما جاء الدكتور كان 15% 15% 15% 15%. الشهر الأخير بتاع يونيو مايو يونيو عمل 22%، خوفنا جدا. احنا كنا بس المرة دي بس يا 15-22، يعني كنا حندوق 160 بارتياح. الشكل هو كمل كل الفهم بتاعه في الشهور اللي فاتت هذا التضخم النبيل وزاد لنا ب7%، لكن ده معناه ده ما نبسط ما يعني ما في تطور، هو بس بيهدم لانه بقى ما في حاجه يزيد فيها اكثر كده. اللحظه حتطبق السياسات الشغال فيها هسه دكتور البدوي دكتور هبه مع حمدوك، احنا حندوق 30% قفزه، يعني ممكن نصل 180%. احنا في اللحظه دي طبعا ده السيناريو بتاع الكارثه اللي هو حنتكلم عنه. فانا بقول للساده الافاضل اللي هم اخواننا الذين بغوا علينا زي ما بيقولوا السادة النيوليبراليين، عينوا نحن يعني انتوا وصلتونا لوين؟ ما هو يعني الدنيا دي ما جديدة، ما معروف انت لما تعمل دي سبسيدايزيشن لسلع استراتيجية منخفضة المرونة، بمعنى انه الطلب عليها ما حيقل، حترفع المجموعات الغذائية لمستوى التضخم، وده حصل قلناه وقالوا الاقتصاديين، سواء كانت اللجنة الاقتصادية بتاعت الحرية والتغيير اللي هو ده رأي اقتصادي سياسي، ومو يعني ما عشان هم تبع الحرية والتغيير ممكن يكون كلامهم غلط، يعني لا نفس الناس طبعا سابة لعناتها على الحرية والتغيير في فشلها السياسي الاقتصادي الحاصل، لكن ده ما معناه انهم غلطانين في الحتة دي غلطانين. طيب نسمع كلام الاقتصاديين المستغلين زي دكتور سبنا، زي دكتور بكري جاك معانا، زي دكتور الأقرع، زي دكتور التجان الطيب، الاقتصاديين برضو يعني قلبهم يعني على البلد وعندهم خبرات طويلة، وكل الاقتصاديين اللي معاهم قالوا نفس انه حتحصل الكوارث، حصلت الكوارث. They did subsidize the fuel، والفيول سلع بتاعت انتاج تكلمنا عنها كثير، حصل أثر طوالي على السلع الاستهلاكية زي ما احنا عارفين. فالسياسة النيوليبرالية باختصار دكتور أنور، يعني احنا ما بنقول هي شر مطلق، لكن ده ما وقتها، والكلام ده بسيط. يعني لما نقول احنا ده ما وقتها، ما معنى احنا شيوعيين يعني، او احنا يسارين او بائدين او كلامنا بالي زي ما بقول دكتور البدوي، ده ما وقتها سيمبلي. وتفضل دكتور سبنا بذكر بضرب مثلا عن الدواء، يعني انا لما وانا المثل ده قلته في الحلقه اللي فاتت، انا بكون عندي مريض يعني هو طوله 180 سم، يعني معناها وزنه المثالي 80 سم، وزنه 50 كيلو يعني فاقد 30 كيلو، عنده انيميا فقر دم، وعنده سكري، وعنده جرح ملتهب. انا ما ممكن اعالج الطبيب ده المريض ده ببروتوكول محاسبي، بس انا امسك اول حاجه اقطع الجرح بتاع السكري ده، هذا الجرح اللي هو درفع الدعم، واتوقع انه المريض ده طوالي هيبقى كويس. طبعا هعمل سايد افكتس رهيبه جدا يعني، فلازم اشتغل ببروتوكول، لازم اول حاجه اخفض السكر وادي انتي بايوتيك، احاول اخفف الالتهاب واحاول انشف الجرح واقوي الدم شويه، اشتغل ببروتوكول. بعد ما يحصل لي ستابلايزيشن بمؤشرات اقتصاديه محدده، انا ببدا شنو بقطع في الجرح. ده اللي احنا بنقوله من بدري، انه before you de-subsidize or before you implement new liberalism you have to do some adjustments، والadjustment دي ما اتعملت حتى اللحظة دي ما اتعملت. طيب الموازنة الجديدة اللي هي حاولوا يلحقوا بها العجوزات بتاعت الموازنة القديمة، اول حاجة هي مستترة خلف الكورونا. الاستتار خلف الكورونا ده بيذكرني دائما ايام الكيزان بانه اقتصادنا كان متردي بسبب العقوبات والحصار، والغريب كل الغريب انه نحن في العقوبات والحصار من 97 لما كلينتون فرض العقوبات على بعد القصف بتاع مدمره كول وحادثه السفارتين، لكن الوقت ده البترول طلع، الاقتصاد السوداني انتعش في ظل عهد عبد الوهاب عثمان لحد 2005 شالوا عبد الوهاب، بل استمر لحد 2011 ونحن تحت الحصار. اذا الحصار ما كان سبب، لما انفصل الجنوب واصلوا هم الكيزان في التستر خلف الحصار، والإشكال كان هو الفساد وما كان الحصار أو العقوبات. يعني
نجي للكورونا. الكورونا إشكال ضرب العالم كله، أي اقتصاد ضخم من الاقتصاد الأمريكي لحد اقتصاد أصغر دولة في الجي ام بي ضربها. طيب أنا أسي كاقتصاد انتقالي، بدل ما أنا أفكر وأعلق الشماعة بتاعت فشاريع على الكورونا، أنا بسأل سؤال بسيط. صح هنا نقر معاكم إنه في انكماش، في انكماش حصل في الضرائب التاكسيشن، في انكماش حصل في الواردات اللي هي برضو بتنعش الجمارك اللي هو ده مصدر بتاع إيرادات للدولة، في انكماش حصل في النشاط الاقتصادي سواء كان زراعي وحتى شوية بالصناعي وفي الخدمي ترو، ده حصل في كل العالم. عملت أشوف الجانب بتاع الإيرادات اللي هي من توصياتنا كانت في الحلقة اللي فاتت على إنه you have to work on the revenue side، ما بزول يشتغل على الإيرادات أي حاجة. حكومتنا الرشيدة جبناها نحن على الأجساد والأرواح، شغالة خاشة معركة مع المواطن وسايب الفيل بالجنبة اللي هو الشريك العسكري بيرتع باقتصاد حجمه 10 مليون دولار. وعدنا ب 2 مليون دولار قللة في الميزانية الجديدة بتاع دكتور هبة إلى 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 500 مليار مليار إلى إلى مليار مليار بال إلى إلى مليار جنيه اللي هي 5 مليون دولار تقريبا ولا كم، إذا أنا أرجع عليك للرقم. فيعني يعني يعني ايوه هذه المنظومه الدفاعيه 5 مليار جنيه، 5 مليار جنيه دي اللي هي ب 5 على 150 اولموست 300 مليون دولار ولا كم، 30 مليون دولار، 30 مليون يعني مبلغ، يعني نحسبها ان الجبره يعني مبلغ حكايه بتاعت 7 8 بواخر بتاعت قمح حجاز. فانا داير اركز على حاجه دكتور اللي هي الحلول، لانه احنا التشخيص للمشكله الاقتصادي السوداني اعتقد انه المواطن السوداني بقى من الثقافه بمكان بحيث انه عارف الاشكاليه. احنا نعمل شنو الحلول؟ حنكرر الحلول ثاني. نمره واحد، زياده الجانب بتاع الايرادات في الموازنه بشقين، الجانب بتاع النقد المحلي والنقد الاجنبي. النقد المحلي لابد انه الجهد الضريبي يرتفع من 5% الى 20% اقل شيء، بمعنى لابد انه يحصل جهد تشريعي مدعوم بنيابات وبشرطه، وحاجيك للحته بتاعت النيابات والشرطه اذا ما اشتغلت معانا، لادخال الشركات سواء كان شركات المنظومه الدفاعيه بتاعت الدعم السريع، شركات جهاز الامن والقوات المسلحه، او الشركات الرماديه التي تكلموا عنها 600 شركه دي لازم تخش، دي بتدفع ضرائب بالسوداني. المكون الاجنبي انت لازم زي ما تفضل دكتور سبنا تحتاج على الذهب، يعني الوصفه بتاعت انه انت يا حكومه ترفع يدك من اي نشاط اقتصادي اللي هو طبعا هو الفلسفه بيهايند انه الحكومه طلعت من الذهب، يعني ما هم ما خايفين من الدعم السريع بس لا، دي سياسه نيو ليبراليه انه الحكومه لازم تبتعد عن النشاط الاقتصادي وتخليه للميكانيزم اوف الماركت ميكانيزم بيظبط روحه براو. ده ما كلام او ده حل يتعامل في بلد مستوى الدخل فيها 2 دولار جنيه للفرد، فيها 80% من الفقراء، معجزه ب 1.8 مليار دولار في الموازنه القديمه و 4 مليار دولار في الموازنه الجديده. انت ما ممكن تعمل حاجه زي This is insanity. ده جنون. يعني انا متاكد ميلتون فريدمان هسه لو قام من التراب ما ممكن يفتي الافتة ده. فيعني what are they doing الناس دي؟ طيب لابد الحكومه تحتاز على الذهب، تمسك في يدها دي الوحده دي تتصرف غلبه، سواء كان موضوع الذهب ده غلبه وغلبه بهناك انها تقلع الضرائب من الشركات اللي احنا بنتكلم عنها دي. معالي رئيس الوزراء يطلع لنا في المنصه الظريفه بتاعت المجلس الوزراء دي ومعاه فيصل يقول لنا والله انا غلبتني، عشان احنا نبدا من اول. وبالمناسبه السوليوشن ده از نوت ا ريفولوشنري سوليوشن، ذا ايكونوميك سوليوشن، لانه احنا وي هاف تو ستارت فروم ذا بيجينينج، لانه الخط لو نحن سيبنا نازل يمشوا في الخط ده احنا حنفقد السودان. بالمناسبه احنا فرصتنا انه نبدا ثوره من الاول او نصحح المسار الثوري يعني بيؤدي الى السودان افضل مما انه نحن يعني نخلي النازل يعملوا اللي بيعملوا في هودو. الشركات الحكوميه طالبنا بانها تنشا، تكلمنا عنها كثير، اللي هي نفس فكره الذهب. الشركات الحكوميه هتعمل شنو؟ ما هتعمل نفس اللي بيعملوا الذهب، بس زي ما قال الدكتور سبنا الشركات الحكوميه بتساعدك انك تو دايفرسيفاي ذا ايكونومي، لانه انت لو اعتمدت على الذهب بتلعب ريسك استراتيجي ثاني، انه الذهب في اي وقت من الاوقات الامريكان ممكن يخفضوا لك سعره ويغطسوا حجره زي ما خفضوا السعر بتاع الاويل ايام الوقود الحجري ذاك. اوكي؟ فيو هاف تو دايفرسيفاي. شركات حكوميه بتشتغل في صادرات الحبوب المحاصيل بتاعتنا سواء كان الذره، الصمغ العربي، الكركديه، الزيوت، الاقطان، الفواكه، الخضروات،
دي شركات حكومية الماشية سواء اللي هي سواء كانت حية أو سواء كانت مذبوحة مجمدة. أنا ما شايف الصعوبة شنو في إنه إنك تعمل لك شركة حكومية أصلاً مسجلاتها قاعدة عندك في المسجل التجاري. طبعاً الصعوبة اللي هي نفس مشكلة الذهب، إنه هم بيسمعوا كلام الصندوق والبنك الدولي إنه الحكومة مفترض تبتعد تماماً عن النشاط الاقتصادي وتخلي. وطبعاً ديرك عندهم فلسفي، وما عندهم فلسفي بهناك، يعني أنا متأكد الناس ما عارفينه، وتكلمنا إحنا في الحلقة الفاتت عليه إنه في الدنيا ما في حاجة من غير فلسفة. أوكي؟ طيب ده الأبسط حلين بيتنبسق من الحلول دي الحلول الثانية، واللي هي برضو للسادة اللي بيتكلموا عن إنه يعني دي حلول نظرية، دي ما حلول نظرية. تمويل أصغر، كتلتك النقدية القاعدة اللي هي بالكوادريليونات اللي هي آلاف التريليونات أو ملايين التريليونات، آلاف التريليونات قاعدة برا، دخلها بنوع من الحيلة الظريفة للمصارف السودان، المصارف السودانية مشاريع بتاع التمويل أصغر للشباب، ومش تمويل تديه ركشة عشان يعمل بها مطعم ولا صاج بتاع بيرجر حاجات خدمية، لا، تمويله في تراكتر، تمويله في مدبغة، تمويله في مسلخ، تمويله في مكانات بتاع الذهب، تمويله في زراعة بتاع برسيم حاجة سريعة كده يعملها، تمويله في مطحنة بتاع أعلاف، أوكي؟ يعني تمويله في إنتاج، تمويله يعملوا أحواض سمك في مناطق بعيدة السمك بعيد منها، حلول إنتاجية زي تستفيد البنوك، يستفيد المواطن، يتحرك الانفستمنت مالتي بلاير، تستفيد من العمله الموجوده دي، وممكن ما تطبع، وممكن برضو بالحل ده انت ما تطبع، ده كله ما اتعمل. انا ام وندرينج يا دكتور من يعني هم وات ار ذي دوينج الناس دي، هم يعني لو قاصدين يخربوا السودان بنفس الطريقه بتاعت الكيزان اللي يكلموني يعني هسه انا الموازنه المعدله بعاني فيها الموازنه بتاعت دكتور هبه دي صادمه يعني هم المواطن ده هم قايلين مش يعني هم نسوا انه المواطن ده طلع الشارع بسبب اللي بيعملوا فيه ده. المواطن طلع الشارع عشان الدي سبسيدايزيشن اوف فيول، المواطن طلع الشارع في ديسمبر عشان يعيش بك 3 جنيه في مايرنو وفي الدمازين وفي بورسودا ثم الدامر، ما ينسوا حاجه زي المواطن طلع الشارع في هبه سبتمبر لانه كانوا دايرين يقوم يزيدوا الرد بتاع يزيدوا البنزين. الرد بتاع دكتور بدوي والكتل اللي بتدعم النيوليبراليه بيقولوا انه زمان كان الدعم ده ماشي كذا، هسه الدعم ده نحن حنشيله عشان ندعم به الخطط الاجتماعيه الجميله اللي هي ظهرت في الموازنه المعدله بتاعت دكتور هبه اللي هي الصحه والتعليم والبنى التحتيه وغيره. طيب انا بس اسال، حصل شنو؟ ما حصل اي حاجه، لانه انت اشكالك في الموازنه اصلا ما القروش البسيطه بتاعت البنزين والعيش، القروش ما بتعمل حاجه بالموازنه، حتى لو انت نفختها يو انفليتد الاكسبنسز بتاعتهم زي ما احنا لما حققنا في الارقام، الارقام دي ما كبيره، بالعكس انه اثرها ديفاستيتنج على الانفستمنت مالتيبلاير، بمعنى انت لما ترفع الدعم عن البنزين تبقي 250 انت قاعد تاثر في البرودكشن. فبالتالي انا بعمل كالكوليشن رياضي قياسي، ويتش از ويتش، انا اقوم ادعم البنزين واحافظ على النشاط الاقتصادي حركه الناس والميكانيكيه والفقراء والجماعه ديل، ولا ارفع الدعم على البنزين واطحن الناس ديل واوعدهم بوعود هي قاعده في البحر يا دكتور انور. والناس ما استفادوا من الدرس اللي عملوه في مؤتمر باريس. دكتور البدوي خد موازنات 53% من ايرادات الموازنه بتاعته معتمده على منح متوهمه. يعني ما ممكن يكون في اقتصادي في ثاني اقتصاد بيعمل عمليه زي دي. حصل شنو؟ ادونا 1.8 مليار دولار المطلوب منها 600، 80% حيصل لحد شهر 12، الباقي حلك. قالوا لا خلاص يعني احنا يعني في دي تعبنا، لكن ان شاء الله في مؤتمر الرياض حتصدف. ما صدف ليه؟ لانه مؤتمر الرياض بعينه لك انت مشتري لك عربات ب 450 مليار جنيه. انا ليه ادي قروش وانت مشتري لك عربات للسيادي ب 450 مليار جنيه؟ السيادي جيت يعني ذيس از يعني ليه انا ادي قروش وانت عامل لك محفظه ب 2 مليار دولار لانها تجاريه ما انتاجيه، وال2 مليار دولار دي عن النكته فيها مليون دولار دافع الدعم السريع. انا هاو كم مليار دولار يعني ناس تلقوا مليار دولار عفوا 50% منها، هاو كم انه دي الناس هايلي ايدوكيتد اشتغلوا مع الخواجات وبيفكروا بنفس الطريقه بتاعتهم، بيفتكروا انه الناس سو نايف. يعني يا اخي انا يعني حس المواطن الواقف في صف العيش ما يعني بيفتريك بيقول ما في زول حيدي قروش، انتوا بتعملوا في شنو يعني؟ ف نحن نرجع نقول الحلول الماشي فيها دكتور حمدوك ودكتور هبه حترجعنا الى 19 ديسمبر
او 25 18 19 ديسمبر 2018. وللاسف احنا الليله جايين لسه يا دوب عرفنا ما نشف من الموكب بتاع ذكرى الوثيقه. وللاسف السيد دكتور حمدوك ما طلع لنا عشان احنا نتفاهم معه، وللاسف البوليس ضربنا وتفرتقنا احنا في ارجاء العربي. تذكرنا تماما الايامات بتاعه شهر 12 18، واضح انه السودان ماشي في التراك بتاع ذا سكند ويف اوف ديسمبر ريفولوشن زي ما حصل في الثوره الفرنسيه. والملف ده هيطلع من رحم الملف الاقتصادي المره دي والعدلي. انا كان تكلمت برضو المره اللي فاتت عن انه الملف الان استقرار الفتره الانتقاليه بدعمتين، ما سياسي وسلام بس، الملف الاقتصادي والملف العدلي دول هم اللي حيعملوا السكند ويف بتاعت الثوره السودانيه. فالمهم الموازنه الان بقت متاحه في الوسائط. انا بحب يعني اتعامل مع الساده المستمعين وشخصكم الكريم على كنتم مريتوا على الموازنه، واعتقد انه السودان يتثقف بما فيه الكفايه في موضوع الموازنات. عندهم عجوزات في الايرادات بسبب الكورونا، وده عذر وجيه لكن انا شايفه اقبح من الذنب، لانه انت لما دام عندك عجوزات في الايرادات حلك شنو؟ الحل ليس انك انت تضغط المواطن، ده ما حلك، لانه المواطن جابك عشان يرتاح ما عشان يتعب. انا جبتك يا دكتور حمدوك عشان انا ارتاح، انا عملت on behalf of you شغل ميداني لوجيستي، شلت لك الكيزان في القياده، انت مفترض والكابينه بتاعتك تجي تواصل التراك ده، مش ترجعونا لديسمبر 2018. فبالتالي اذا انتم بتفتكروا الكورونا هي اللي بتخليكم to increase the taxation to de-subsidize زياده الفيول والعيش اللي هو يعني دارين تأدبوا الناس بالصفوف المدعومه عشان تعملوا لي في هناك كده في صف يعني خفيف كده لكن عيش فيه ب 10 جنيه وتفتكروا ان الامور حتمشي لقدام، الكلام ما يمشي قدام. ما هو الدنيا دي ما جديده، وهم لما جو في ديسمبر 18 بوليفيا كانت في الشارع بنفس الاسباب، كان عندهم جماعه زي الجماعه الظريفين بتاعنا ده، اكوادور في الشارع، شيلي في الشارع المره الثانيه في ولا الثالثه، البرازيل كانت في الشارع، العراق في الشارع بجانب الايشو السياسي العرقي الطائفي بتاع العراق، مرقوا الشارع برضه بملف اقتصادي. ايران كانت في الشارع في اول 2018 برضه ما بسبب الملالي ولا كده ولا هو الحوزات العمياء، بسبب اقتصادي. لبنان هسه احنا عايزين لبنان، يعني انا قدامي شايف العالم وانا زول سينيور ايكونومست بفهم في الاقتصاد التنموي والموازنات، هاو كان اي امبلمنت ساتش استراتيجي وانا شايف العالم بتاعي بيعاني من الريميدي اللي هي بتشبه الريميدي بتاعتي. فانا افتكر انه الموازنه اللي اتعملت كارثيه وما فيها اي ذكر للايرادات اللي احنا تكلمنا عنها، وما في اسباب ليه ما في لها ذكر، وما في شفافيه. يعني ما في واحد جه قال والله احنا ذاته خايفين، قال من خايفين من العساكر يعني نعمل شنو مع حميتي يعني ما بخوفنا. يعني واحد على قد يطلع علينا يقول كده عشان الشعب يتم الباقي، ما هو الشعب شارع البشير يعني زي يعني اذا ما بيغلبوا شيء لحميتي بالمناسبه، ونحن متنا في الشوارع. نحن في يوم واحد فاقدين 500 نفر يوم المذبحه. من ديسمبر لحد يوم المذبحه فاقدين زي 200 نفر، 700 نفر ماتوا. الشعب السوداني ما عنده مانع يموت. نحن لينا مرقنا عشان نموت يعني. فدي ما حاجه يقرروها هم بالنيابه عنا نحن الناس اللي قاعدين في السودان، انت ما بتقرر بالنيابه عني انا حريص على دمائك انه انا اصوم لك، انت جبناك عشان تصلح الحال. تصلح الحال بكل زول في حتته، في استراتيجيه محدده بتعملها في الاقتصاد. وعدتنا بالمؤتمر الاقتصادي، اتضح المؤتمر الاقتصادي ده يعني التجاوز بتاعه تجاوز كان لا اخلاقي ربما يكون لا مهني. انت وعدت الناس على انه توجه الدوله الاقتصادي هو ذا we are going to be new liberal or new classic or socialist او غيره بتحدد في المؤتمر الاقتصادي، ما بتحدده انت بس لانك من اديس ابابا مشيت امريكا حتى جيتنا في السودان للقسم، لا ده بيحدد المؤتمر الاقتصادي. وحتى المؤتمر الاقتصادي الليله انت لما تيجي تعمله في اخر 8 في اخر في 22 8 اول 9 2020 وانت اوريدي عملت موازنه جديده بامتدادا للمدرسه بتاعت الدكتور البدوي، طيب انت يعني 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 مع يعني اكثر الكلمات تهذيبا في وصف الحصل ده نوع من الاستهبال. والناس دي ما مست يعني ما لا يمكن انت الشعب ده ذكي، الشعب ده ذكي زي ما الاقتصاديين اذكياء يعني. حصل الحدث ده حدث مؤسف يا دكتور انور، الموضوع بتاع الموازنه الجديده، ومش مؤسف من باب شاعر يعني، مؤسف اخلاقيا،
مؤسف مهنيا، مؤسف ثوريا، ونتائجه will be very devastating on the short run. On the short run مش على اللونج ران زي ما كان يقول جون ماينارد كينز on the long run we are all dead. لا on the short run، لا مش في المستقبل يعني المستقبل كلنا حنموت زي ما قال، لا في short run يعني لحد نهايه السنه الايكويشنز اللي قدامنا بتقول هنا حندق الدولار 250. انت دار تعمل لي نهايه السنه شهر 11 2020 يكون الدولار الجمله في 120 والدولار ب 250 والجالون ب 250 وكل يوم في سعر بتاع جالون لانه يو ار جوينج تو فلوت الدولار. انت متخيل حجم الكارثه اللي حيكون عامل كيف في تضخم ممكن يدق 180% بعد البوليسيز بتاعتهم دي ومستوى دخل اقل من دولارين في اليوم. انا يعني حقيقه وي هاف تو ستوب، انا بشوف انه نقيف. وحقيقة الليل الشباب اللي احنا شفناهم ديل رغم انه الملف الاقتصادي ما براه من اولوياتهم، عندهم ملف عدلي، ملف بتاع تشريع، عندهم ملف بتاع سلام، ملف بتاع ولاة، عندهم ملف بتاع اصلاح القوات المسلحة، الملف الاقتصادي جزء من اهتماماتهم، لكن انا بعتقد انه ما حيرضوا لك بالحاجة دي. فده زي بريف كده انا ممكن اقدر اقول لك امتداد للحلقة اللي فاتت، وزي كريتكس سريع حاولت يكون دسم بقدر المستطاع للموازنة بتاعت دكتورة هبة الوزير المكلفة. في طبعا تفاصيل موجودة السنة قدامي بالقوة الباحثين انا حاسلمها لك السادة في جروب الباحثين والمستمعين اللي هي تتعلق بتعديلات المحاسبية في 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 الموازنة، تعويضات العاملين سلع وخدمات، تكلفة التمويل لغير المقيمين، الإعانات، دعم الهيئات الإعلام المستقل، دعم الصحة، تخفيض النفقات العسكرية، الإيرادات، الضرائب، المنح الأجنبية، النقدية للمشروعات التنموية، ده اللي هو الجانب الجدول الكلاسيكي التقليدي الموجود في أي موازنة. لكن إحنا we are criticizing the concept, the philosophy and the principle اللي هو المفهوم والفلسفة ذاتها اللي أنتجت لنا الأرقام اللي قدامنا دي، وبننتقدها بناء على الحالة المشاهد. وما في نظري هنا يعني السادة النيوليبراليين اللي معانا، ما في شيء نظري هنا. اللهم إلا النيوليبرالي ده يكون هو بياخد قروش براها كده ما عايش معانا في الكوكب بتاعنا اللي اسمه السودان. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور حسام. برضو بس ندي توضيح كده لأن أنت تتكلم عن الملف الاقتصادي والعدلي. العدلي ده نذكر إنه والله في لجنة التحقيق في مجزرة فضل القيادة العامة ليها سي ما وصل بنتائجها، الناس الشهداء اللي ماتوا بعد كده، الشهداء اللي ماتوا قبل كده، المفقودين حاليا، الجرحى الى اخره، تفاصيل كثيره لم يبت فيها حتى الان. دكتور بكري، دكتور بكري رجاك ان شاء الله عندك امكانيه تتكلم. شكرا دكتور انور، تفضل. شكرا سنة، شكرا حسام على انتوا يعني غطيتوا جزء كبير جدا من الكلام اللي أنا كان ممكن أقول فيه حاجة، لكن بس داير خلونا نرجع عمل إضاءات بسيطة في ثلاث نقاط محددة. أولا حسام، في واحدة من أنا قاعد في الجروب بتاع اقتصادي قحط وبشوف الحوارات دي بشكل مستمر. خلينا أقول لك حاجة، إنه في استخدام سلبي لبعض المصطلحات. أمريكا أكثر نظام رأسمالي في العالم ما متبني النيوليبرالية دي كنظام اقتصادي. الاقتصاد الامريكي اقتصاد مختلط، الدوله بتلعب دور كبير جدا في التدخل فيه، الدوله بتقدم خدمات، تقدم في مجالات كثيره جدا محدده. في تقديري جزء من الاشكال اللي حصل في التعامل مع التعاطي مع الملف الاقتصادي انه كان في تقديم لما هو افكار مسبقه في تعريف المشكله على التعاطي مع المشكله اللي قدامنا. انتوا مشيتوا في كلام مهم جدا، كان ممكن الناس لو قعدت ببساطة شيء جدا تسأل السؤال. التعريف العلمي لحل المشاكل بيبدأ بأنك أنت بتقول أنه نعترف أنه في مشكلة، خلينا نعرف المشكلة، نتفق على تعريف المشكلة شنو، وفي معايير معروفة. لو عرفت المشكلة بشكل واسع ما حتقدر تكون عندك قدرة أنك تصل لحلول محددة، وإذا عرفتها بشكل ضيق حتكون عندك مشكلة في أنك أنت ما قادر تشوف أبعادها. طبعا أنا هسه قاعد أتكلم عن مفهوم مبسط. الحالة بتاعت الاقتصاد السوداني دي هي أقرب لحاجة اسمها الديلما، يعني هو الكلام اللي انت قلته. الديلما دي انك انت عندك مجموعة مشاكل مربوطات ببعض ما بتقدر تتكلم عنهم بأي شكل تبسيطي، اللي هو المثال اللي تذكر عن المريض اللي عنده هبوط في السكر وارتفاع في الضغط.
يعني الفكره بتاعت التدخل العلاجي في انك انت بتبدا وين وبتنتهي وين، دي ذاتها في رقابتها مشكله. يوم 30 يونيو 89 اقتصاد السودان ده كان 80% من الناس فيه شغالين في القطاع الزراعي. الحقيقه ما يعني ما مساله يعني لو رجعت حتى للتقارير المكتوبه عن اقتصاد السودان 80% من العمال اللي كانت شغاله في السودان يوم 30/6/89 في القطاع الزراعي. ده لا يعني انه ما كان في اشكالات هيكليه موجوده في طبيعه الاقتصاد ده قبله. طبعا بعجاله كده انا ممكن اقول لك انه السياسه بتاعت الانقاذ في اول التسعينات كانت فكرة ناكل مما نزرع قائمة على فكرة الاهتمام بالقطاع الزراعي بصورة ضيقة، ما كان يعني ما كان في رؤية استراتيجية، كانت ما زال سلوك أقرب للاحتجاج والموقف تجاه الإمبريالية العالمية بمفهوم الإسلامي كان في ذهنهم. لما جاء النفط والكلام اللي بتتكلموا عنه ده، النفط كان بداية الكارثة، والحاجة اللي حصلت في السودان من 99 بعبداء تصدير النفط ما جديدة، حصلت في بلدان زي نيجيريا. بلد زي نيجيريا بتنتج 3 مليون ونص برميل من النفط في الـ في الـ في الـ في, الـ في اليوم، ومن سنة 62 الليرة نيجيريا وصلت مستوى إنها بتستورد ما يعادل حوالي 16 بليون دولار لمواد غذائية. نحن كدولة في السودان لما بدينا نصدر في النفط اوريدي كان القطاع الزراعي انتهينا منه، الصناعة قدر الصناعات التحويلية البسيطة كانت موجودة من زيوت لصابون، وفي أسواق كان في أسواق ممكن تكون يعني لو فيكم زول سمحت له ظروف وسافر مشى على غرب أفريقيا كان بتلقى صابون الفنيك، بتلقى معجون بوردة، صناعات سودانية موجودة، ما كان في تجارة حدودية شغالة، كان بتتهرب بشكل عادي. ده كله نحن ما فكرنا فيه. تصدير النفط كان قاصمة الظهر على الاقتصاد السوداني، اللي هو قام عمل لك حاجة اللي انتم كلكم عارفينها الداتش ديسيز اللي هو المرض الهولندي ده، انه بقى كل الاستثمارات مشت في قطاع النفط والصناعات المربوطة بالنفط. في 2005-2006 التقرير طلع من منظمة من الـ UNDP بيتكلم عن الاستثمارات الخارجية دخلت افريقيا. انا بحاول بقدر المستطاع انه ما ادخل مصطلحات انجليزية لانه ما عارف يعني ما مفيد بكل الناس اللي بيسمعونا. الـ FDI السودان كان على رأس قائمة الدول اللي حصلت على استثمارات خارجية 2006. كان في فرصة حتى الإنقاذ بكل سوء لو القصة كانت قصة اقتصادية، إنه أنت جاتك موارد. يعني بعض التقديرات بتقول إنه عائدات النفط في الفترة من 98 لحد 2011 حاجة بتاعت 495 مليار دولار. الكلام ده دي تقديرات، ما في زول حيعرف. نحن احتمال لحد ما نموت ما نعرف العائد الدخل الخزينه العامه والعائد الحقيقي من احتياطات النفط. دي كانت فرصه للكيزال لو كانوا عندهم فكره بتاعت انهم دارين يحكموا حكم رشيد. طبعا حاجه اتكلم عن الجانب السياسي وحاجه اعلق على بعض الحاجات اللي انت قلتها. كان ممكن تكون دفعت ديونك، استثمرت في قطاعات ثانيه، نوعت اقتصادك ده بدل انه يكون معتمد على النفط والقطاعات المرتبطه به، لانك انت بدات تحي الاقتصاد تركز في الزراعه. تخيل عمل شنو؟ بدل ما كان يكون ده التفكير الصحيح جاءت النفرة الزراعية بتاعت علي عثمان وعملوا valuation اللي هي تقييم للعملة. ولو بتتذكروا في 2006 الجنيه السوداني almost وصل مرحلة كان يعني أكثر فترة. ليه؟ لأنه استفادوا من عائدات الاحتياطات النقد الأجنبي، قيموا الجنيه. دي كانت حاجة مضرة جدا ببقية القطاعات، لأنه أنت ما يعني واحدة من سياسات التنمية المعروفة أنه أنت من مصلحتك تحافظ على سعر الصرف المستقر، من مصلحتك انه يكون مستوى سعر الصرف بتاعك منخفض لانه بيديك فرصه انك انت تنتج بتكلفه اقل. يعني بلد زي اليابان، اليابان دي لو رجعت للين الياباني ده في سعر الصرف بتاعه مقابل الدولار ل 50 سنه لورا حتلقاه قاعد يتراوح ما بين 92 ل 118 لسبب ما. الفكره بتاعت المحافظه على سعر على على على, على سعر منخفض للين مقابل الدولار هو المكن اليابان انها تخش تنتج عربات في اليابان وتبيعها في أمريكا وتنافس المنتج المحلي. ما صدفة الصين هسه الكلام اللي بتتعرض له من اتهامات إنها بتتلاعب بالين وما دايرة الين يتقيم، مع إنه معدل النمو الصيني له حكاية 15 سنة ما بتروح ما بين 7-9%. الصين قاعد تنمو، الين الياباني أكيد قيمته مفترض ترتفع إذا أنت أصلاً قاعد يكون عندك إنتاج بتاع سلع وخدمات والناتج المحلي الإجمالي بتاعك بيزيد. لكن الصين برضو فاهم اللعبة، انه عشان تقدر تصدر سلعك دي وتنافس بيها في اسواق اوروبيه وفي امريكا
بمصلحتك تحافظ على السرد. الكلام ده أنا كله بقوله ليه؟ بقول إنه يا أخواننا المشاكل دي تحت الاقتصاد السوداني اليوم اللي استلمت فيه حكومة الثورة، أول يوم سقط فيه البشير حقيقة، هي بدت المشكلة دي بدت يوم انفصال الجنوب، اليوم اللي في الجنوب مشى وعادة النفط اختفت. نحن كنا في بداية جديدة جدا في التعامل مع التعاطي مع الاقتصاد السوداني. 95% من عائدات الميزانية قبل انفصال الجنوب كانت بتجي من عائدات النفط. 95% الضرائب ذاتها ما كانت قاعد تخش الخزينة. قصدي أقول شنو، كان بيجمعوا ضرائب وبيجمعوا رسوم، لكن دي كل الأموال دي كانت بتجنب، كانوا بمولوا الدولة كل الميزانية بتاعت الدولة دي من عائدات النفط. وطبعا واحدة من المشاكل الثانية حاجة أتكلم عنها، الكزان ما كانوا قاعدين يديروا الدولة من جوا الدولة. كزان يعني السودان ما في دولة عميقة، كلام الجبيل كنا نتكلم عنه. السودان في دول موازية، نحن لو كان عندنا دولة عميقة ما كان تكون حالنا. لو عندك دولة عميقة بكون عندك مؤسسة راسخة. يعني مثلا في التجربة المصطلح ذات بتاع الدولة العميقة ده ما دخل القاموس السياسي في المنطقة بتاعتنا دي إلا بعد الثورة المصرية، لما الناس كانت بتتكلم عن الدولة العميقة. المصطلح موجود وقديم ومربوط بفكرة بتاعت التآمر ونظرية المؤامرة. مصر فيها دولة عميقة ليه؟ لأنه فيها مؤسسة عسكرية. لو الدولة المصرية دي انهارت بكرة كلها، الجيش ممكن يدور الدولة، لأنه الجيش عنده حوالي 33% من حجم الاقتصاد المصري، بتدخل في الاقتصاد من الإبرة لحد المخابز. السودان ده لو كان في دولة عميقة ده ما حال، وكان عندنا دول موازية، أموال الضرائب اللي كان بتتجمع كان بتتجنب للشركات، القروش بتاعت الميزانية كان بتيجي من وين؟ ولا الناس الشغالين في وزارة المالية ده ما عارف إن الميزانية بتدوك أوراق أنت بتكون شايف إنه ده الصرف، القروش ده كان بتيجي من بيت الجاز كاش أو دجاز عنده. يعني الدولة دي كانت بتدار حقيقة خارج جهاز الدولة. الناس لازم تكون ماخذ المثل دي، لأنه عشان نجي بعدين في حاجة أتكلم عنها أنا في الجزء من السخط الحاصل إنه ممكن يودينا لوين. كويس، إذا أنت عندك مشكلة تعريف أنت ما متفق حوله وهي من التعقيد بمكان إنك أنت ما بتقدر تعالجها، ما المشكلة دي ما مشكلة مبسطة إنك تتدخل إنه أنا أخش الفقر غرينة، أشيل الجزء الانفكشن بتاع البلد، أشيل الجريح العامل الانفكشن وأنظفه وأعالج التسمم الحاصل في الدم. إذا استخدم المصطلح الطبي حيحصل استقرار لحالة المريض، وبعد كده أنا ممكن أعمل باقي التدخلات العلاجية. القصة ده بالمستوى ده، القصة ده حقيقي المسائل دي مربوطة ببعض، معقدة للقاية ولمستوى إنه ما بنقدر نسأل. الكلام ده كله أنا داري أقوله بس عشان أسهم معاكم في إنه في لحد ما أنا لما قريت البرنامج بتاع قحط الاقتصادي، البرنامج الإسعافي اللي كان قدموه للبدوي، طبعاً ما عندي شك إنه البدوي كان عنده كان متعجل في حاجات كثيرة جداً في اقتصاد بهذا المستوى من الإشكاليات. كونك تيجي داخل بخمسة بنود تفتكر إن أحد على رجليك، القصة دي وتحرك الإنتاج وتثبت الاقتصاد الكلي، وما سر البدوي إحنا لقيناه هنا وعملنا مؤتمر عندي في الجامعة وقعدنا معه، وإنه القصة دي ما بتشتغل. سمع من هنا يعني انه القصه دي ما حتشتغل، لانه انت قاعد تفترض مجموعه بتاعت افتراضات حقيقه انت ما عندك عنها معلومات حقيقيه متعلقه حد هو كلام تعرف على الدعم، مش حتى الفكره بتاعت انك ترفع الدعم. الكلام ده انا بقوله ليه؟ بقوله عشان نجي راجعين نتكلم عن الحلول. هسه سيبنا من القصه دي، يعني الليله نحن لو الليله اللي بنتكلم يوم 17 اغسطس 2019 احتمال كان يكون في مدخل مختلف في العلاج. في السياسه العامه المفهوم بتاع وضع السياسه العامه في حاجه اسمها unintended consequences، اللي هي الحاجات اللي انت ما بتكون قاصد انها تحصل لما تعمل لك سياسة وبتحصل. واحدة من المبادئ العامة لأي سياسة، المبادئ الأساسية في أي سياسة عامة، انه انت مهما حاولت لما تعمل لك أي قانون أو أي برنامج بتاع سياسة عامة وفقا لأهداف رؤية، لابد انه يكون في نتائج انت ما عندك قدرة تتحكم فيها انها تحصل. والمصيبة وين؟ في السياسة العامة الطريق للخروج ما هو نفس الطريق للدخول. يعني نحن لو كنا الليلة يوم 17 أغسطس 2019 كان ممكن يكون عندنا رؤية مختلفة في التعاطي مع المشاكل الموجودة دي من الليلة في يوم 17 أغسطس 2020 لسبب بسيط. الحاجة اللي اتعملت من مسألة محاولة رفع الدعم، من مسألة محاولة إعادة الهيكلة بشكل جزئي، خطتنا في وضعية مختلفة تماما. ده كله أنا بقوله عشان أجي أقول إنه إذا دارين نتكلم عن حاجات عملية للحلول، أستاذ دكتور حسام كلامك مفيد ومهم إنه تتكلم عن تعزيز الضرائب. ما بتقدر تتكلم عن تعزيز ضرائب لأنه أصلا ما في إنتاج. الضرائب بتجي من وين؟ إنه يكون في حركة اقتصادية، يكون في إنتاج على أساس تدفع الناس الضرائب. ما بتقدر تتكلم عن
عن تعظيم العائد الضريبي في بلد عجلة الانتاج فيها شبه واقفة. ما بتقدر تتكلم عن الجمارك في بلد أصلاً هي الاستيراد والتصدير فيها واصل لمستوى أنت براك شايف. ما بتقدر تتكلم عن حتى كلام ده كله أنا بقوله إنه واحدة من أهم المفاهيم في التعامل مع الوضعية الراهنة كيفية ترتيب التدخل ذاته، المعالجات ذاته جدا، البروتوكول ده حتبدأ وين. رأيي الشخصي وده ما مبني عليه بعض المقاربات في تجربة بتاع دول المرت بحالة بتاعة انفجار تضخمي وشبه تعطيل. الانفجار التضخمي اللي حاصل في السودان هو المعطل أي مسيرة بتاعة انتاج. سيبك من الكورونا، لو كان ما في كورونا ما في زول في السودان بيقدر ينتج. لسبب بسيط، كل مدخلات الانتاج اللي قاعد تدخل في الزراعة في الصناعة في غيره هي مستوردة، وطول ما عندك عدم استقرار في سعر الصرف انت حتكون في حالة مستمرة انك بتستورد سلع. اول حاجة ما في تنبؤ، يعني انت تخيل انك انت بكره لو قدرت مش تزرع، اذا الدولار الليله سعر الصرف الليله من اغسطس 2019 من 68 ل 170، انت لو بديت استوردت لك مدخلات انتاج ودخلت في عمليه زراعيه ولا عمليه صناعيه وانتجت، عشان تجي تتكلم عن التسعير، ما دام مبدا اقتصادي معروف يا اخواننا، اي عمليه انتاجيه الفكره بتاعت السعر فيها 45 ل 50% منه بيمشي ده من العمل. يعني اي قاعده اقتصاديه، اي منتج قدامك، تلفونك ده، تلفوني ده 45% من تكلفته هي من الكلفه بتاعتي من العمل. انت مدخلات الانتاج دي اذا اصلا كلها بتجيب من برا وانتجتها، لما تجي السعر فكره انك تقول للسعر السلعه، اذا افترضنا جدلا انه الاسواق دي ما مشوهه، انا هسه قاعد افترض انه السوق ما مشوه وشغال، مع انه احنا عارفين انه في تشوهات، وجزء من معالجه التشوهات دي في الدوله عندها طرق مبالغ فيها، عندك عدة طرق في التدخل في انك تصحح عمل الاسواق من غير ما تتدخل في التسعير، لانك لو بدات تدخل في التسعير وتعمل لك بوليس بتاع اسعار تفتح لك شباك بتاع فساد ما عنده نهايه. ودي واحده من الاخطاء، يعني هسه واحده من الحاجات اللي بيتكلموا عنها، وشفنا التخبط قبل يوم يقول لك حنعمل تسعير وحيكون في بوليس براغب، ده كله عباره عن مدخل للفساد. انت عندك اليات ثانيه فلكسبل ممكن تديك فرصه تتدخل، بسموها النادجنج، الجمارك، الضرائب، الإعفاءات، دي كلها وسائل إنك تتحكم بها في السعر. أرجع لك للمعادلة بتاعت المنتج ده، استورد مدخلات إنتاج، إنت في لما استوردت بضاعتك دي ولا مدخلات الإنتاج دي وانتجتها، الدولار كان بمية، لما خلاص منتجك ده بيقى جاهز عشان يخش السوق الدولار بمية وسبعين، حتسعر على أساس إنت حتفكر إنه أنا إذا حعيد العملية الإنتاجية دي ما للكلفة بتاعت الانتاج في وقتها، حسعر وفقا للكلفة بتاعت الانتاج للمرحلة الجاية، وإلا حتطلع من السوق. بمفهوم شنو؟ انت استوردت مدخلات انتاج لما الدولار كان بمية، لما المنتجك ده بقى جاهز يخش السوق الدولار وصل 170، اذا دارت تعيد العملية الانتاجية، عشان كده انت حتلقى نفسك في سباق للحضيض ما عنده نهاية. كلام ده كله بقوله عشان اقول لا يمكن الحديث عن تعظيم العائد الضريبي، لا يمكن الحديث عن زيادة الإنتاج، لا يمكن الحديث عن السيطرة على الكتلة النقدية كده ما لم تتكلم عن التضخم. في تقديري التضخم ده هو الليلة، وده معروف صداع الاقتصاديين في العالم، ده التضخم الانفجاري. المدلة دي ما يعني الحاصل في السودان ده ما أول مرة يحصل في العالم، حصل في فنزويلا، حصل في الأرجنتين، حصل في دول تانية، حصل في زيمبابوي، ونحن ماشيين في اتجاههم. طيب الدول دي عملت شنو عشان توقف المسيرة دي؟ إذا قدرنا نتكلم كلام علمي وجاد بعيداً عن وأنا بتفق معك يا حسام إن القصة دي ما كلها تنظير. أول حاجة أنت لو دارت ترفع حجر من الواطة دار لنظرية، العلاقة بين الفعل والتفكير النظري دي مسألة معروفة مربوطة. ما لم يكون في كلام واضح عن خفض الإنفاق الحكومي، في تقديري لي أنا ما قلت الإيرادات، ما بتقدر تتكلم عن إيرادات في ظل، وحاجة أتكلم عن القدرة المؤسسية للدولة السودانية في إن هي ما عندها قدرة عشان تزيد الإيرادات. وحتى لو دارت ترفع، حتى لو في انتاج ودار تمشي زيادة الضرائب، 40% من اقتصادك ده حسب التقديرات الاوليه هي قطاع غير رسمي ولا داخل في جهاز الدوله ذاته، عشان تقالون منهم دل ما هم ستات الشاي والبتاع الطبليه، الناس دول كلهم قطاع غير رسمي، الدوله ذاته ما قدرت توصلهم عشان تتكلم منهم تعزم بهم الاقتصاد. دي مسائل بتجي في الحلول الوسطى. الحلول العاجله هسي مفترض التفكير كله يكون كيفيه وقف التضخم الانفجاري. وقف التضخم الانفجاري ده ما بتم الا بسد العجز بتاع الميزانيه، لانه نحن وده قرار سياسي ما اقتصادي،
القرار السياسي انك انت لابد ان يكون عندك شجاعه تتكلم عن اذا ما بتقدر تزيد الايرادات لابد من خفض الانفاق. سياسه التغشف دي ما على المواطن، التغشف الحكومه تتغشف. ما في سبب بيخلي يكون الوزاره اي وزير عنده عربيه وزوجته عربيه والبيض عربيه والقصه الفارغه دي. دي مسائل اذا ما قدرت تبدا بها ليه؟ لو قدرت تخفض الانفاق حتضطر انك انت توقف طباعه النقود، لانه الحاجه اللي اكتشفناها الكلام اللي قاله لنا البدوي انه زياده انت رفعت الدعم، الفكره بتاعت رفع الدعم تم تسويقها للناس بانه يا اخي عجز الميزانيه ده هو السبب الرئيسي في استمرار التضخم، لانك انت بتطبع نقود عشان تمور الميزانيه. في علاقه عضويه ما بين الكتله النقديه وما بين مستوى الخدمات والكلام ده، يعني انتم ما محتاجين اشرح لكم، لكن للناس المستمعين بيعرفوا انه في علاقه بين السلع والخدمات المنتجه في اي اقتصاد وحجم الكتله النقديه. اذا انت الكتله النقديه دي ما قاعده تزيد وانت بتطبع في النقود على اساس انك تمول بعجز الميزانيه، الوضع الطبيعي حتزداد الاسعار. ده السبب الرئيسي للتضخم، ما مساله اختلالات الاسواق. يعني اي كلام عن انه التضخم ده هو مضاربات واحتكار وسوء تقدير من التجار كل وارد، لكن اهم عامل في استمرار الحاله بتاعت التضخم الانفجاري دي هي تمويل الميزانيه عبر طباعه النقود، وده كان حاصل في كل الفتره اللي فاتت. طيب انت رفعت الدعم قلنا كويس حيوفر لك حاجه بتاعت 200 مليار اللي كان بيمشي لبعض المحروقات والقصص، تمشي تزيد المرتبات اللي هو ده اللي بدخلك طوارئ في انه انت ما قاعد تتكلم عن حلول اقتصاديه، تتكلم عن حلول اقتصاديه ما ممكن تتكلم عن انك خفضت عجز الميزانيه برفع الدعم ورجعت زدته بزياده المرتبات، ودي ما زال أسوأ. زيادة المرتبات دي ما مرة واحدة في السنة، يعني دي حاجة بتحصل كل شهر. شفنا القرار اللي طلع من دكتورة هيبة قبل كم يوم إنه حيوقفوا صرف الزيادة بتاعت المرتبات دي في بعض الوزارات لأنه ما عندهم قدرة يستمروا فيها. لو دارين يصرفوا المرتبات دي حيضطروا يطبعوا نقود، حيطبعوا نقود رح يحصل شنو؟ الكتلة النقدية حتزيد في السوق وحتلقى في طلب على الدولار، الطلب على الدولار ده ما جاي من الصدفة. فأسأل نفسك سؤال، يعني عشان نتكلم عن الحزمة دي، خفض الإنفاق الحكومي واجب الساعة. واحد، اثنين، تقليل حجم الطلب على الدولار مسألة مهمة. أسأل السؤال، الطلب على الدولار جاي من وين؟ المستوردين، الناس اللي قاعد تسمح لهم الدولة ده يستوردوا، هم اللي قاعدين مش يشتروا الدولار، الحكومة ذاتها قاعد تشتري دولار من السوق الأسود. أنت طول ما إنك أنت مضطر تستورد ما عندك حل غير إنك أنت يكون عندك عائد، عندك دولار وعملة صعبة. طيب حتجيبه من وين؟ أنا ما أدري أتكلم عن الذهب لأنه ده حخليكم تتكلم عنه، ده موضوع تاني مثلا إنك السيطرة، لأنه حاجة أتكلم عن الشق السياسي في المعادلة دي. الحلول الممكنة للحكومة الانتقالية بما فيها من ضعف في يدها إنها تتكلم عن تقليل الإنفاق، في يدها إنها تتكلم عن إلغاء كل الإعفاءات الجمركية اللي كانت هي عبارة عن أدوات بتمنح للمنظمات والشركات التابعة للإنقاذ والكيزان، بدهم إعفاءات جمركية بيستوردوا بها حاجة وبيلغوا الاسم بتاع المنظمة الطوعية وبسجل واحدة تانية. يعني إذا كان بس مراجعة بتاع، وأنا أجزم من المدرة دي أكتر، 297 ألف اسم تجاري مزيف، دي كانوا شغالين بها الكيزان، شركات منظمات طوعية يقول له يجوا للوزير إنه نحن والله منظمة طوعية دارين يمشي يجيبوا بلدوزرات ما يدفعوا جمارك، الغوة يمشي يسجلوا واحدة تانية. القصة دي ما بتتعالج بالمراجعة، يعني البدوي لما جاء قابلنا قال انه دار يعمل مراجعة لإعفاءات الجمركية، ولا تلغيها. وحاجة تانية، واحدة من القرارات اللي ممكن تتخذ انك انت تعمل استيراد السلع الاستراتيجية، تحدد لك سلع استراتيجية محددة تسمح باستيرادها، وبالمناسبة ما في شيء بيمنع انه الدولة تخش كمستورد. هسه الوضع الحاصل في السودان، ما زالت الدولة الحق بتاع استيراد الدقيق لأسرتين او ممكن تسميهم ويتا وسيجا، شغالين بيستوردوا هم وبتديهم الدولار بسعر 55. عشان اقول لكم حاجه، 2007 كنت قاعد في مكتب بتاع سودان الرأسمالي موجود في مصر، والرأسمالي ده كان بيملك ثاني اكبر مطحن للغلال في مصر، وانتبه الناس اللي ما عارفين اكبر مستورد للقمح في العالم هي مصر. اذا الحكومه المصريه مطاحن الغلال بتاعتها، يعني لو افتكر التقدير حاجه ما لا يقل عن 200 مليار السنويين، ده حجم استيراد مصر بس للقمح. هذا الشخص كان بيملك ثاني اكبر مصنع مطحن للغلال، وموجوده مطاحن بتاعته في الاسكندريه، ما ادري اجيب ذكر الاسم، من الاسر المعروفه في السودان. كنا بنسال سعر الطن بتاع الدقيق في الخرطوم كان بيتباع في الوقت ذاك حاجه بتاعت 113 دولار.
افتكر 43 دولار اسف. خشينا قعدنا رفعنا السماعه. التجاره الدوليه دي ما عادت حاجه صدفه. هسه انا ممكن اخش في البورصه هسه من الكمبيوتر بتاعي ده، اخش اوريك انه في باخره عايمه في البحر الاحمر وفي باخره هنا، ولو قلت ده اشتري دقيق ورده لي في بورسودان حيقول لي حنورده لك بسعر كده. المطلوب منك امشي جيب لي من بنك لبنك، خش ده معروف. التجاره الدوليه دي بقت فكرتي انه انا صاحبك، والسودان ما بيقدر يشتغل. كل التجاره شغاله في السودان ده، الاستيراد شغال من دبي، ما في بنك في السودان ولا بنك السودان المركزي. الليله في دوله ممكن تديك قروش بان بخطاب ضمان من بنك السودان المركزي. اذا خشيت البورصه بتاعت الدقيق دي، وخشينا نحن في 2005 لقينا انه ممكن في زول يورد لك سعر الطن بتاع الدقيق لحد بورسودان سي اف او بالسعر الفلاني، الترحيل بتاع الطن من بورسودان لحد الخرطوم بالسعر الفلاني. هل تعلم انه سعر الطن بتاع الدقيق في الخرطوم فرقه من السعر بتاع الطن اللي ممكن تجيبه لحد ما توصل الخرطوم؟ كان حاجه بتاع 63 دولار، 113 دولار في الخرطوم، في حين انه انت ممكن تجيبه لحد الخرطوم ب 43. السبب شنو؟ السبب لانه الدوله منحت شركتين فقط الحق الحصري في ان وتديهم دولار. شوف انت بتحصل مرتين، تديهم دولار بسعر منخفض مشي استوردوه وجيبوه، وبعد كده ثاني تدعم لهم الدقيق. الخلل ده الجانب بتاع الحوكمه اللي ممكن اجي اتكلم عنه. الفكره انه اذا نتكلم عن حلول، خفض الانفاق الحكومي، وقف الاعفاءات الجمركيه، حتى بعد ذاك لما تقدر تتكلم عن استقرار سعر الصرف بشكل مؤقت، وقدرت اتليست تعمل تحجيم للتضخم، بعد كده ممكن تتكلم عن الانجكشن، تتكلم عن الانتاج، عن انك تتحرك العجله بتاعت الانتاج. ما في عجله انتاج بتتحرك طول ما في استقرار في سعر الصرف، لانه ثلاث ارباع مدخلات الانتاج في السودان اللي قاعد تجي بتستورد من برا. ده القرارات اللي محتاجين لها في الوقت الراهن ده، قرارات حقيقه حتكون صعبه، لكن محتاجه لزول امين وشفاف يطلع للشعب السوداني دي يقوم يقول له انه احنا بنمر ب 1 2 3 4 والقرارات الجايه صعبه. الحلول اللي اختارتها الحكومه لحد كبير جدا انه غير البورصه بتاعت الذهب، انه فتحوا استيراد الوقود وبعض السلع للقطاع الخاص. يعني هسه الليله بكره من حق اي زول يمشي في السودان يستورد بنزين وجاز ويبيعه في السوق التجاري. قالوا يا اخي احنا الوفره افضل، الوفره بسعر غالي افضل من الندره. ده المدخل اللي اتخذوه. لكن الوحده من مشاكل الحلول دي انه هي اتعاملت مع الدوله كجهه محايده، كانما الدوله دي ما عندها قدره انها تعمل حاجه. وده السؤال الحقيقي محتاجين نتكلم عنه. الكلام بتاع الشركات الحكوميه اللي بتكلم عنه حسام ده ما هو فكره الدوله التنمويه. انك انت ذاتك بتحول الدوله ك الدوله الراسماليه دي ذاتها بتخش كمالك وبتنافس في السوق زيها وزي اي زول، لكن الفرق انها بتشيل عائدات الربح من الشركات الحكوميه دي عشان تمويل بها جزء من الانفاق على التنميه. السبب شنو؟ السبب لانه انك انت طول دي واحده من مشاكل الدول الناميه كلها. ضعف العائد الضريبي ما حاله خاصه بالسودان. عدم وجود اسواق منتظمه ما حاجه خاصه بالسودان. وجود اكثر من 30 البلد زي الهند اللي بتحقق نمو بيصل 9% ليه اكثر من 10 سنين، 40% من اقتصاد الهند اقتصاد غير رسمي، ما داخل في الاقتصاد الرسمي ولا بيدفع ضرائب. دي مشاكل هيكليه موجوده في كل اقتصاديات الدول الناميه، نحن ما بنقدر نتعامل معاه بانه بس بنيوم لانك طفره حلول. ده فيما يتعلق بالرؤيه بتاعت الحلول والاجراءات اللي ممكن يتم اتخاذها، ولا نظريه ولا دار لها، لانه حقيقي البرنامج قحط الاقتصادي بما فيه من 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 رؤيه وطنيه بتفق مع جزء كبير جدا منها، فيه حاجات عباره عن امنيات. يعني لما تيجي تقول لي زياده الانتاج دي امنيه، انا كزول بتخصص في السياسه العامه طوالي حاسالك انت عرفت المشكله وين؟ حللتها؟ عملت لها يعني لازم تكون عرفت المشكله، اعترفت بها، حددت شروطها، عملت تحليل، حددت حلول. تعال قول لي ما هي الاهداف اللي دار تحققها، بعد الاهداف قول لي الاليات. زياده الانتاج امنيه، الاليات شنو لزياده الانتاج؟ ده الكلام بتاع السياسه العامه، انك انت تمشي من الامنيات للادوات اللي بتحقق لك القصه دي. في مجموعه بتاعت الادوات السياسيه الموجوده في ايدي الدوله ممكن تشتغل بها. التعميم بشكل عام انه زياده الانتاج منع التجنيب امنيه، هنحقق كيف؟ ما دي الاسئله الصعبه اللي بتتطلب طوالي في بتنقلنا من الشق الاقتصادي للشق السياسي. والاقتصاد والسياسه ما منفصلين من بعض. ده بينقلنا للكلام عن انه ليه نحن في الوضعيه اللي نحن فيها هسه دي. انا طبعا متفهم ضيق الناس، ونحن ذاتنا كنا يعني ما يمكن اكون كلكم متفهمين المساله دي، كناس عايشين برا كل ما ضيق الحال في السودان بيضيق بيننا نحن، بعيدا عن فكره اننا سودانيين، بس لانه اي زول فينا بكون شايل لي 7 8 بيوت.
باختصار يعني كل ما الناس صديق في السودان كل ما نحن بلقى واحد فينا مضطر يسوق اوبر يعمل اي حاجه على اساس انه يدخل لانه الناس برضه بتعاني. ولولا وجود الناس اللي قاعدين برا في الخليج وفي اوروبا وفي غيره ده جزء كبير جدا من الاسر في السنه دي بتموت بالجوع. ما في اثنين ثلاثه الكلام ده يعني عشان الناس لانه لاحظت الفتره اللي فاتت بقى في توني يقول لك انتوا قاعدين برا تعالوا ندرشوا معانا عشان تعرفوا ما كنا معاك وطلعنا مظاهرات ودقينا ومرشينا المعارضه وكان ممكن نموت. يعني ما في سبب يخلي زول يبتز الزول بانك انت وضعك صعب. ده ما عقل صحي للتعاطي مع المشاكل. الدارجي اقوله في الموضوع السياسي ده سؤال بسيط. الناس ممكن تطلع الشارع وتسقط حمدوب وتسقط قحط وتسقط كل الحكومه القاعده دي. انت باختصار حترجع ليوم 11 ابريل 2019 المعادله دي هي زالت كما هي. في شق عنده السلاح والمال وعنده جهاز الدوله. الشق الثوري عنده حق الاحتجاج، الشرعيه الثوريه، الشرعيه الاخلاقيه. اها نفترض بكره البرهان طلع وزع بيان وقال انه اكلت حكومه حمدوك وانا مستقيل وسلمت الحكومه دي للجنه الامنيه رقم 3 وجات اللجنة الأمنية قالت للسودانيين لسجان المقاومة السودانيين تعالوا نتفق على تشكيل حكومة وحلول. يا أخواننا ده تفكير في سبب موضوعي لأن الناس تكون مغبونة وحاسة أن الحكومة دي ما قاعدة تعبر عن مشاكلها. لكن جزء من مشاكل السودان ده مشاكل معقدة ومرتبطة بقدرة الدولة. الدولة السودانية لا عندها قدرة. 40% من المواليد في السودان ما قاعدين يخش السجل المدني. 40% من اقتصادك ده ولا داخل في أي منظومة. الحوكمة دي ما أمنيات. الحوكمة دي إنك إنت عندك قدرة إنك إنت كدولة عندك الكاباسيتي وعندك المقدرات في إنك إنت تسيطر على أراضيك. والسودان ده مما تم تطوير مصطلح الدولة الفاشلة في التسعينات لليلة نحن قاعدين نكون الثالث قبل الأخير. يعني طواري ما بكون ورانا إلا الصومال وأفغانستان مما تأسس مفهوم دي دولة فاشلة. ما بقول الكلام ده من باب إنه أسئلينا لكن حقيقة ما عندنا الدولة الفاشلة. هي تعريف العلمي بسيط، الدولة التي لا ليس لها قدرة في السيطرة على موارده واقتصاده وحدوده وأراضيه دولة فاشلة. نحن الحكومة السودانية دي من التسعينات بتعاني في إنها يكون عندها فرض إرادة ولا سيطرة ولا حتى نحن الدولة ما عندها حتى حق احتكار السلاح. فيا أخواننا خلونا برضو عشان لما نتكلم عن الحلول والصخب نستصحب معانا إنه الواقع ده معقد. ولو اسقطنا كل القيم الموجودة قدامنا دي هنفتح الباب ده على مصراعيه لمصير مجهول ما معروف. الثورة دي ما بس صحنا في سبيلنا بس إنه الناس تطلع تحتج. السؤال المنطقي المطروح البدائل شنو؟ ما رجع الناس يقولون ما في بديل. في بديل. الثورة دي لما طلعت الناس في ديسمبر والكلام ده بنقول فيه من التسعينات يا أخواننا سؤال البديل ده أصلا مفترض يكون سؤال محرج يزول لأنه البديل ده لو بقى الفراغ ما الكيزان حيكون أفضل من الوضع اللي كان في الكيزان. ما دارين نرجع نقول للناس إنه نفس الفكرة لكن الدار يقولوا إنه نحن في وضعية محتاجين نبدأ نفكر بشكل عقلاني في التعاطي مع القصة دي وفي نفس الوقت ناخد في الاعتبار إنه الاقتصاد هو ممكن أنا من الناس المؤمنين بمناسبة دكتور حسام مش تقول لي السلام الاقتصاد ده ممكن يسقط أي حكومة إذا ما تمت معالجات اقتصادية حقيقية تخاطب جزء من المشاكل الملحة الآن. على الأقل التضخم وقف نزيف التضخم ده حتى بعد ذلك تتكلم عن حلول استراتيجية في المدى المتوسط والبعيد وده كلام ممكن يكون متروك للمؤتمر الاقتصادي لكن افتكر في معالجات آنية مهم ان يتم اتخاذها. وفي نفس الوقت ما نغض الطرف عن الجانب السياسي لانه الحقيقة الوضع ده مزري وخطير. يعني المساله دي ما انا ما بقول الكلام ده من يعني دارج ومخوف الناس لكن حقيقة البلد السودان ده فيه كميه من السلاح. في بعض الاماكن السلاح رخص من طلب الفول. عندك وضعية هشة. دولة ما عندها قدرة السيطرة ما قادرة تجمع السلاح. يا أخي الناس بتموت في السودان ده. خليك من القيادة العامة السودان ده الناس بيموتوا فيه من سنة 83. الدولة دي ما قادرة تصل حاجة. هذه الدولة من الضعف بما كان إذا قدمنا لها طلبات أكثر من قدرتها تقدم كل حنعمل حنهدمها وبعد ذاك الطريقة التليمة ما حنعرف اللي ما بيها. فحقه يكون برضو تفكيرنا فيه هو إنه مع الضغط على الناس الموجودين في السلطة ديل وانه نطالب ومن حقنا ونقوم ونوجههم انه ما يكون تفكيرنا قائم على انه يا اخي هذا هو الطوفان لانه دي ما حاجه ايجابيه. برجع ثاني بقول فيما يتعلق بالبناء المؤسسات قصه الحوكمه دي مساله معقده. في ثلاثه عوامل مهمه عشان تبني مؤسسات. عامل الظرف التاريخي، الاراده السياسيه، الصدفه.
الدول اللي قدرت، يعني في كتاب لو فيكم زول عنده اهتمام تم ترجمته اسمه Why Nations Fails، يعني لماذا تفشل الأمم، موجود باللغة العربية وموجود بالإنجليزي، داري جريجرا. الكتاب ده فيه تحليل للتشريح بالمنهج بتاع الميتا أناليسيز اللي هو المنهج كلي، إنه عمل دراسة مقارنة، يعني ليه بلد، يعني إنت لو مشيت الحدود الجنوبية في أمريكا وقفت في منطقة اسمها لوديرو في تكساس، الكوبري بيفصل على شمالك المكسيك وعلى يمينك أمريكا. فالكاتب بدأ الكتاب بيقول إنه ليه على اليمين في أمريكا وعلى الشمال في المكسيك، وده المختلفات كوبري بس للجغرافيا بتفصل للطبيعة الجغرافية اللي هي ده عشان نتكلم عن المناخ، وللهبات بتاعت الطبيعة ممكن تحدد. الكلام ده كله جاء عشان يقول إنه في ظروف تاريخية ساهمت وجود مؤسسات خلقت من الوضع في أمريكا دي للفرد إنه يكون عنده الحق بتاع التنافس، فتح الأسواق، الملكية، غيره، وإنه النموذج بتاع المكسيك لأنه كان مربوط بالاستعمار الأسباني، مربوط بالإقطاع، باستمرار العبودية لحد كبير جدا، ما ساهم إنه تم تطوير مؤسسات فاعلة. بناء المؤسسات عملية معقدة، عملية شاقة، وللأمانة معظم الناس اللي بتكلم معهم في السلام مفتكرين المؤسسات دي إنها مباني نظيفة وهيكل وظيفي. دي المؤسسة ما تعريفها، المؤسسة دي عبارة عن كلتشر وتقاليد راسخة. المؤسسة ممكن تكون عبارة عن ثقافة السلام، ده الطريقة بتاع تعاطي الناس مع المعطيات حياتهم، ده مؤسسة. بناء المؤسسات دي مسألة معقدة ومسألة تاريخية وطويلة، ما بتقدر تبني لك مؤسسات في مرحلة انتقال. انت بتضع اللبنات الأساسية، التوافق على المبادئ العامة لكيفية إدارة الدولة، ده كله احنا ما عملنا، لا توافقنا على مبادئ عامة، لا حققنا سلام، لا عملنا انقاذ اقتصادي. قعدنا الفترة دي كلها بنحاول نستجمع في قوانا انه نتفاكر. فالبناء ما في حوكمة ولا سياسة عامة ممكن تتم من غير بناء مؤسسات. وفي نفس الوقت عشان ما اجي اقول البيضة اول والجداد اول، لازم تبدأ في حتة ما انك تتكلم عن وضع سياسة رشيدة. آسف جدا أقول الكلام ده، لكن ثلاث أربع البرامج اللي شفتها نشروها الوزراء كانوا لما عينوهم يقول لك عينوا فلان وزير، ده برنامجي، دي أمنيات. السياسة العامة اللي أنا بعرفها في إنك عشان تضع سياسة عامة لازم يكون عندك تعريف لمشكلة، الأوبجيكتيف اللي أنت دار تعالجه، آليات تحقيق القصة دي، وكيفية قياسها. لكن لما تيجي تقول لي مجانية التعليم، ده أمنية، مجانية الصحة أمنية، زيادة الإنتاج أمنية. الأسئلة الانتقال من الأمنية لهدف، لآليات، لأدوات قياس، دي السياسة العامة في شكلها. ده عشان يتم محتاج نبني مؤسسات، عشان نبني مؤسسات محتاج يكون عندنا سياسة عامة. يعني القصة دي يا أخواننا محتاجة إنه نوسع المدارك ونتعاطى معها بشيء واسع. ودار أذكر الناس تاني بحاجة أختم بها، ما في عملية بتاعت انتقال بتتم في 3 سنين. إذا في ذا المفتكر إنه بعد 3 سنين حيتم انتقال وحكومة ديمقراطية ومطار خرطوم زي دبي والخرطوم عاصمة نظيفة وبلد نظيفة، القصة دي استعدوا ل 15-20 سنة على أساس إنه يكون في بلد ترتبت على الأقل. يعني ما في عملية بتاعت انتقال في الدنيا تمت في 5 سنين. فبرضو نوسع نفسنا ونطول بالنا ونتعامل مع المسألة دي، هي ما لنا لكل الأجيال الجاية ورانا، بدل ما نكون إحنا أنانيين دارين نعيشها هسه، لكن نضحي ونضع اللبنات المهمة لأجيال قادمة إنه يكون عندها فرص أفضل. وأنا بقف لحد هنا وباخذ أسئلة ثانية. شكرا جزيلا دكتور بكري، يعني رسمي كبير للمشهد، وصراحة المسألة بتاعت الحوكمة والإصلاح المؤسسي دي من النقاط المهمة جدا جدا، لأنه الناس ورثت من الإنجليز خدمة مدنية موجودة مش كده، وقام بعد ذاك ساهمت في هنا. فدكتور سبنا عندك انت إنبوت في الحتة دي. عامل ام ميوت، تفضلي. طيب حقيقه فعلا الدكتورين اتكلموا في حاجات كثيره، يعني مفترض كنت عاوزه اعلق عليها، لكن حابدا من القصه المؤسسيه دي. يعني في حديث عن انه فعلا انا بتفق مع الدكتور تماما في قصه انه عمليه البناء المؤسسي دي بتاخذ زمن، والبناء المؤسسي في السودان يعني في دايليما برضو في الموضوع ده. في بيبر عمله واحد اسمه، بيكون الدكتور برضو بيعرفه لو هو مهتم بالقصة بتاعت المؤسسات دي، عمله واحد اسمه ميلم أن تورفيك، بتتكلم إنه cursed by resources or by institutions. إحنا طبعا عندنا يعني عندنا لعنة الموارد، الدولة الموارد بتكون كثيرة بتبقى اللعنة عليها. ده اتفاق الاقتصاديين، ده معشر الاقتصاديين، أو زي ما بيسمون، زي ما في ناس الدين بيقولوا ناس الإجماع،
إجماع الاقتصاديين إنه الدول الغنية بالموارد دائماً البرفورمانس بتاعها بيكون أقل من الدول الفقيرة بالموارد. والسودان طبعاً يقع تحت القائمة بتاعة الدول الغنية بالموارد. لما تيجي تعاين في الداتا بتاعة السودان التاريخية على الأقل من سنة 56، الداتا الموجودة في البنك الدولي يعني ممكن تكون الأرقام ما أكوريت، لكن بتديك إنديكيتر، يعني ممكن تلقى منها باترنز، خليني أقول، أو حاجات تبني عليها، حاجات تحس إنها هي نظام ماشي في البلد. يعني أنا بحاول برضو زي الدكتور ما استخدم كثير، لكن مرات ما بلقى هنا الفكرة الأساسية. ففي حاجات ممكن تورينا إنه في نمط في الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني ده بيقولوا زراعي، الناس بتقول الاقتصاد السوداني ده اقتصاد زراعي، لكن إحنا لما نجي نعاين للداتا بنلقى إنه الزراعة كانت دومينيتنج الجي دي بي بتاعنا في الفترة من خروج الإنجليز تقريبا، يعني ممكن من 66، يعني الفترة بتاعت الخمسينات والستينات، وبدأ دوره ده يتقلص جدا بمجرد ما القطن أسعاره الدولية انهارت. بمعنى آخر إنه الاقتصاد السوداني ليس اقتصادا زراعيا بالمعنى الصحيح للكلمة، لكن هو اقتصاد معتمد على سلعة واحدة. ده التاريخ بتاع الاقتصاد السوداني بيقول كده. احنا انتقلنا من القطن للبترول، ومن البترول للذهب، وبين الاثنين بين الفترات دي كلها كنا دائما المربط الفرس هو الاسعار الدوليه للسلع دي، فيما عدا النفط اللي هو حصل فيه منخفض في الاسعار لانه ما حصلنا الفتره حقت الدروب دي، وانما حصل انخفاض طبعا مفاجئ في البروفن ريزيرف او الاحتياطي بتاعنا اللي انسحب لدوله جنوب السودان. لكن احنا انا عاوز اقول انه احنا اقتصاد خدمي، يعني الفتره اللي غابت فيها الزراعه من اوائل الثمانينات لحد التسعينات لما بدا النفط يخش كانت فتره بتاعت انه الاقتصاد الخدمي بيمثل الجزء الكبير من الجي دي بي بتاع السودان، من الناتج الاجمالي المحلي السوداني. قطاع الخدمي ده بتدخل تحته طبعا الاتصالات، بتدخل جنبه يعني في داخله الريستورانتس والمطاعم، دي كلها كلاسيفايد زي ما حاجات خدميه، يعني السياحه. طيب العيب شنو في الخدميه دي؟ العيب فيها انها هي نون تريدبل جودز. طبعا هسه في التطورات الحديثه في الاقتصاد بقت في خدمات قابله طبعا للتداول الدولي، لكن المباني والكونستراكشن والاشياء الخدميه دي عيب الوحيد انها هي ما بتحسن لك، يعني ما بتجيب لك نقد اجنبي لانك لا يمكن ان تتبادل مع الدول الاخرى. فكونك اقتصادك يكون الحجم الاكبر منه في اغلب العمر القصير بتاع الدوله السودانيه الحديثه ده برضو من الإشكالات الأساسية. فالتعريف بتاع الاقتصاد السوداني بأنه اقتصاد زراعي ده ما دقيق. يعني أنا ممكن أعرف الليلة الاقتصاد الهولندي بأنه اقتصاد زراعي. ليه؟ لأنه الزراعة بتمثل جزء كبير من الناتج الإجمالي المحلي. الزراعة فيها تنوع، يعني الناس ديل بيزرعوا إنتاج، في فاليو تشين كبيرة جدا جدا داخلة فيها حاجات كثيرة، في إنفاق تكنولوجي هائل، في إنوفيشن مصاحب للعملية الزراعية. الحاجات دي ما امتثلت السودان في أي مرحلة من مراحله على الإطلاق، يعني في مجاله الزراعي، بدليل إنه نحن more than 70% أو أكثر من 70% من زراعتنا هي تقليدية. نحن بنزرع في القطاع التقليدي، فبالتالي إحنا ما اقتصاد زراعي. نحن اقتصاد معتمد على السلعة الواحدة. السلعة دي لما يكون سعرها الدولي عالي مرغوبة دولياً نحن بنكون متعافين. بمجرد ما السلعة دي نقصت أو اختفت من السوق أو سعرها نزل زي القطن نتيجة لأنه مثلاً الناس اكتشفوا البتروكيميكالز والبوليسترات والحاجات دي بيجوا يستعيضوا عنها، تقدم التكنولوجي يعني الفرض نفسه يعني انه النفط القطن بقى ما نافع يعني او بقى غير مرغوب، ف يعني خلى انه احنا فجاه حصل لنا تدهور في الاقتصاد بتاعنا. فهو الاقتصاد السوداني تشخيصه هو اقتصاد السلعه الواحده. طيب نجي للقصه بتاعه المؤسسات. الدكتور كان ذكر إنه المؤسسات دي عملية طويلة المدى. الاقتصاد السوداني المؤسسات فيه، أنا ما عاوز أرجع أتكلم في الكلام اللي قلته في المحاضرة اللي فاتت. أنا شخصيا برضو ما بعترف بالسودان كدولة حديثة. بعترف بوجود مؤسسات مدنية تشبه المؤسسات الحديثة، ولكن تحت الرماد المؤسسات في السودان مؤسسات ريعية تقوم على الريع. ليه؟ لأنه اقتصاد الدولة السلعة الواحدة. أنت باي ديفولت لما تكون بتنتج سلعة واحدة لازم تكون دولة ريعية، لأنه السلعة دي ما بتجيب ربح. السلعة دي في حقيقة الأمر بتجيب ريع. الفرق بس بين الريع الواضح بتاع النفط
والريع الواضح بتاع الذهب والزراعة إنه الزراعة دي more diffused يعني geographically يعني من ناحية جغرافية كده متوزعة في أكثر من مناطق. يعني إحنا ممكن في السودان ده نزرع في أكثر من حتة لكن ما بنلقى النفط في أكثر من حتة، تركز في مكان واحد. عشان كده لما انفصل الجنوب والحدود قسمت إنه أغلب المناطق اللي بننتج منها النفط دي هي تابعة حدوديا لدولة جنوب السودان، إحنا وقعنا. نفس الشيء الذهب ده إحنا بننتجه من حتات معينة. ده الفرق الوحيد بين الزراعة وبين المعادن أو المواد الاستخراجية اللي بتمرقها من باطن الأرض يعني. لكن هما الاثنين في النهاية بيجعلنا الاقتصاد المعتمد عليهم بشكل كلي اقتصاد السلعة الواحدة، واقتصاد السلعة الواحدة هو اقتصاد برو أو صديق للدولة الريعية وليس صديق للدولة الديمقراطية التي نصب نحن إليها. لأن هي الدولة الديمقراطية هي جات يعني بعد النظم السياسية الديمقراطية أو الليبرالية أو whatsoever، هي جات بعد قيام العملية الاقتصادية نفسها أو جات استجابة لأنه الاقتصاد في يعني في الفترة بتاعت الثورة الصناعية هو نفسه حصل فيه تحول من إنه هو اقتصاد الإقطاع للاقتصاد الصناعي. فأصبح النموذج السياسي الريعي أو الإقطاعي لا يتناسب ولا يسمح أو غير صديق لنمو الاقتصاد الحر والاقتصاد الصناعي، فتوجب إنه الناس يعملوا تغيير سياسي يتماشى. فجاءت الحرية الشخصية وتقديس الإنسان الفرد. إحنا تكلمنا المرة الفاتت إنه الدولة الريعية بتزوب الفرد في الجماعة، والدولة يعني القائمة على الاقتصاد المعقد أو sophisticated هي زي الاقتصادات الصناعية وكده، هي دولة تقدس الفرد. ده فرقين أساسيين. عشان كده الإنسان في السودان ما عنده قيمة، بيموت بسهولة. أنت ممكن تمشي المستشفى تموت بزيادة بنج، ممكن تموت في الشارع يضربوك رصاص، ممكن يموتوا مجموعة من الناس كده جروب كده من القبيلة كاملة كده تموت في دارفور، وتحس إنه الدولة الحساسية بتاعت الدولة للأشياء دي ما عالية. الكلام ده أنا ما بشوفه نتيجة لأنه القاعدين في الدولة كعبين، لكنها حاجة منهجية في تركيبة الدولة الريعية التي لا تعطي ولا تعلي من قيمة الفرد، وعلاقتها أصلاً بالفرد علاقة ما قوية. ليه علاقة ما قوية؟ لأنه الدكتور نبه إنه في فترة النفط كان عوض الجاز، يعني هو شبه قال إنه هو عنده القروش دي وبيصرف فيها، بيقولوا عليها إنه بتضعف التاكسيز اللي بتشيل الدولة من الأفراد لأنها بتعتمد على التاكسيز اللي بتجيها من المورد المعين. فبالتالي العملية بتاعت إنه الدولة دي ما معتمدة على الفرد في تمويله هي ذاتها كدولة بتخلي الفرد ده ما عنده قيمة. ما أنت يعني هو شنو هي العلاقة بين الفرد والدولة؟ العلاقة بين الفرد والدولة إنه الفرد ده بيدفع للدولة تاكس، أنا بدفع ضريبة للدولة، بالتالي هي ملزمة إنها بالمقابل تعالجني، ملزمة بالمقابل إنها توفر لي الصحة بالنظافة وكل الأشياء دي، وكمان أنا بنتخب الناس بناء على الشيء ده. يعني أنا ذاتي لما نجي أختار رئيس الوزراء في الصناديق وأختار يعني نوابي في البرلمان كشعب، الويت الحقيقي هو في دافعي الضرائب. عشان كده بتسمع الكلمة دي كتير في أوروبا، بتسمعها كتير في أمريكا، لكن بالكاد بتسمعها في أي دولة مثلا من الدول بتاعت العالم الثالث. ليه؟ لأنه في دول العالم الثالث الريعية منها بالذات هي دول بتعتمد على الريع اللي بيجي من المورد الهم سيطر عليه وده واضع يده عليه في إنها تمول دواوين الدولة. فما انت ما انت يعني عندك شنو؟ انت هي الدولة اصلا بتديك يعني، وصار يعني انا زي بال 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 بالكلام المجرد البسيط انا صارف عليك، انت ما عندك حق. اللي هي بيجي منها كلمة الدولة الابوية برضو، لانه الابو في البيت يعني حسب الثقافات بالذات في افريقيا، لانه هو بيصرف، لانه هو اللي بيصرف عليك وبيأكلك. انت ما من حقك to judge his behavior، يعني ما من حقك تحكم على تصرفاته. ليه؟ لأنه لو حكمت على تصرفاته حتى تصرفه في يقول لك يا أخي أنا صارف عليك وبأكلك. نفس الشيء هسي الدولة في دول الخليج، الدول الغنية بالنفط، السودان برضو على عبر العصور بتاعته وفي كل الأنظمة سواء كانت شمولية أو ديكتاتورية، حتى حكوماتنا الديمقراطية بالمناسبة هي ما كانت بهمة كثير رأي المواطن، ما كانت معنية كثير بالمواطن لتركيبة الدولة الريعية دي، إنه أنا بصرف أصلا عليك وإنه أنت أساساً الدخل اللي بتدخله لي كدولة في شكل ضرائب، يعني أنت المواطن الدخل اللي بتدفعه لي بيمثل 17% فقط. أنت شنو جنب النفط اللي بيجيب لي 95% مثلاً من ميزانية الدولة هي من النفط for example، أو هسي الآن حالياً 40% الدولة دي الآن الدولة كدولة لو عندها أي قروش قاعد تجيها من
من دراعه هي من الذهب، يبقى انا قيمتي شنو اذا كانت ضريبتي دي ما بتعني اي حاجه حتى ولو اختفت يعني. فده بيخلي انك انت المؤسسات بتاعتك يعني مش ضعيفه، المؤسسات بتاعتك تكون ما مهمه، الدوله ما مهتمه بتجويد المؤسسه نفسها. انا ما بتفق في انه حكايه الاصلاح المؤسسي دي الان given التكنولوجيا الموجوده حاليا وgiven الستاتس كو حق الاقتصاد السوداني ذاته مستحيله. يعني الليله انا عندي الرقم الوطني ده بقدر اعرف كم طالب تسرب من التعليم، بقدر اعرف الحاجه دي. يعني الطفل الليله صاحبي زماننا مثلا في وقتنا احنا كان ما في الجواز الالكتروني، كان انت بتتم 18 سنه حتى يدوك جواز، بتذكر الحاجه دي؟ يعني الجواز الاخضر ده زمان انت لو ما تميت 18 سنه بتطلعوا لك الليله انت ولدك في يوم واحد بيطلع له الرقم الوطني وبيطلع له الجواز وبيطلع له وهو طفل لسه رضيع يعني ما معروف ذاته يعني يعيش ولا ما يعيش، وبيطلع له شهاده الميلاد كل الدوكيومنتس بتاعته، وبينزل كمان الكلام ده كله في السيستم، امه منو ابوه منو اتولد في اي مستشفى. يبقى الدوله عندها علم، مثلا نمسك مؤشر واحد من مؤشرات التنميه عدد وفيات الاولاد حديثي الولاده. الليله الدوله السودانيه لا تستطيع ان تقول انها ما عارفه كم واحد مات، لانه بكليك واحد بتعرف انه المات منه، لانه في المستشفيات الداتا دي قاعد تنزل، لانه كل مواطن سوداني بيتولد بيتعمل له رقم وطني واي حاجه. الطفل ده لما يتم 5 ولا 6 سنين ويبقى مستحيل انه يمشي المدرسه، تستطيع الدوله السودانيه اذا هي ارادت انها هي تعرف انه دخل المدرسه ولا لا. بالتالي بعد كده لما يبقى في اكيوميليشن اوف داتا بنجي احنا نشوف مثلا دخلوا في السنه دي 20 وما دخلوا 30، بنبقى نسألنا ده بيبقى بعد كده يعني دور الوزارة المعنية في إنها تفهم ديل ما دخلوا ليه، لكن المعلومة إنه الدخل منه والما دخل منه موجودة، وإذا المعلومة موجودة البوليسي بتبقى من السهولة إنها تتعامل، يعني لأنه أنت بسهولة بتعمل استاديز وبسهولة بتعرف السبب وبسهولة ممكن تقترح الحلول. لكن الأزمة كانت زمان في الاقتصاد السوداني إنه المعلومة نفسها كانت صعبة الحصول عليها. الليلة الدولة عندها ممكن بالرقم الوطني فقط تعمل التأمين الصحي. ليه انت بتعمل بطاقات للتامين الصحي؟ I don't understand. ليه انت بتعمل بطاقات اذا الانسان عنده اصلا بطاقه بتاعت، يعني هنا مثلا في الدول الاوروبيه كل الناس اللي عايشين فيها عارفين انه في حاجه اسمها البي اس ان نمبر اللي هو الناشونال الرقم الوطني، البي اس ان نمبر ده هو الرقم الوطني، يعني ده هو كل الخدمات اللي انت مفروض تحصل عليها من الدوله والضرائب اللي انت مفروض تدفعها للدوله برقمك البي اس ان نمبر بتاعك ده، حتى الحصول على الجوبس يعني امتى عشان تقدم في سوق العمل برقمك الوطني. يبقى الدوله مفروض انها هي عندها معرفه انه unemployed منه في السودان، وطالما انت عندك معرفه عندك القدره انك تعرف الناس دي why they are not unemployed. This is not difficult again. فانا داير اقول انه التكنولوجيا الحاليه مش التكنولوجيا، عشان برضو ما نرجع تاني لكلام النظر، بقول لك الناس دي بينظروا، احنا ما قاعدين ننظر، احنا بنتكلم من الواقع الموجود. دي بنية تحتية، الرقم الوطني هو بنية تحتية، هو بريك ثرو كبير، وبنقدر فعلا نعرف الدفع الضريبة منه والما دفعها منه، وبنقدر نعرف ليه، وبنقدر نتابع مؤشرات الـ SDG بتاعت الأمم المتحدة دي اللي هي أهداف التنمية دي كلها، بنقدر تتريس it easily. المعلومة بقصد إنها موجودة، يعني جزء كبير من المعلومات اللي أنا بتكلم عنها الآن كرو داتا it is existed somewhere، لكن ما في الحتة اللي بتجمعها كلها، وما في الكوادر في القصه برضه بتاعت الكاباسيتي بيلدينج اللي بتقدر ان هي تحلل الداتا دي تعمل لها اناليسيس. تحليل الداتا اناليسيس ده ما قضيه كبيره وانت زول بتاع اي تي، يعني هو ما داير ذاته متخصص، انت ممكن تجيب زول بتاع اي تي ويحلل لك الداتا. يعني شنو احلل الداتا؟ يعني تتريس الباترنز، يعني انك انت تعرف الكيرف ده ماشي على وين، الحاجه دي زايده ولا ناقصه. يعني مثلا البوبوليشن جروث ريت، معدل النمو بتاع الولادات، عشان تقول لي انه الحكايه دي ماشيه فوق ولا نازله ولا كده، دي ما عاوزه روكيت ساينس، يعني دي اي زول بتاع مدار اقتصادي، دي اي زول بتاع داتا اناليسيز ممكن تتريس الانماط في الداتا. بمجرد ما انت تريس الانماط في الداتا ممكن بعد كده يجي الشخص المتخصص هنا او واضع السياسات ويقعد كده ويتناقش ويشوف انه الحكايه دي ممكن احنا حصل فيها كده ليه وما حصل فيها كده ليه ومفروض كانت تمشي عليها جديه. اذا عمليه الاصلاح المؤسسي عملية مو من الممكن اليوم، صح؟ لو كان الكلام ده قبل الرقم الوطني أنا ممكن أتفق إنه فعلا الحكاية دي investment كبير، عاوزة قروش وعاوزة وقت وعاوزة كده. But now أنا بفتكر إنه إحنا في وضع يؤهلنا لعمل الشيء ده ممكن في كم سنة يعني، أو على الأقل تكون عندنا الداتا in place. لكن أنا بشوف إنه ما في capacity
افتكر انه الناس المسؤولين عن الشيء، ما عارفه ما عاوز اقول اشخص، لكن عاوز اقول انه الرؤيه ذاتها غائبه، الرؤيه نفسها غائبه. انا افتكر ان الحكومه اللي فاتت دي لما عملت الرقم الوطني عملوا طبعا لدواعي امنيه، لانه عارفين انه they can trace you، يعني رقم تلفونك موبايلك، فهمنا في السودان هسه ما عنده موبايل، بمجرد ما انه عندك موبايل معناه عندك رقم وطني، عندك رقم وطني انت you are there في السيستم، we know لما تموت حنعرفك متى، لما تمشي يكون عندك مرض. المشكلة الأساسية انه انا كيف تلينك الكلام ده للنظام الصحي والنظام التعليمي، واذا الحاجتين دول بس حصلا المواطن السوداني حيستشعر تغيير كبير جدا بالمناسبة في حياته اليومية، تغيير كبير. انا قبل كده ذكرت انه انا ما متخصصة في اقتصاديات الصحة، لكن بقول انه ممكن انت تعمل small GPs اللي هو تفعيل سياسة طبيب الأسرة. ليه؟ لانه انا الان عندي عدد كافي من الأطباء. فكرة المستشفيات دي كانت زمان لما كان ما في جامعات كثير، ولما كانوا الناس احنا كان عندنا انخفاض في الكادر الطبي نفسه. الليلة الجامعات السودانية الخاصة على الحكومية بغض النظر عن الجودة، انا ما بتكلم عن الحي، بتخرج اطباء كثر يعني، وكوادر طبية مختبرات، مش اطباء بس يعني، كوادر طبية متعددة. الكوادر دي جزء كبير منها unemployed، يعني انا بالداتا بتاعت الرقم الوطني بعرف كم طبيب اتخرج، ده بالضرب مثل يعني، وبعرف كم واحد فيهم ما اشتغل السنة دي. طيب الحل ممكن يكون شنو؟ وفي نقص في الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السوداني. خليني من الكواليتي، في كم الخدمة نفسها، الكواليتي خليها، لكن في كم الخدمة؟ بقصد شنو بكم الخدمة؟ بقصد إنه أي طفل سوداني قبل ما يخش المدرسة في عمر 5 سنوات مع الريبورت بتاع دخول المدرسة، مفروض أنت كولي أمر سواء مشيت مدرسة خاصة أو حكومية تطالب مثلا بفحص العيون بتاعت الطفل، الطول بتاعه وغيره. طيب الحكاية دي احنا دي ما داتا، هي الدول دي هنا بالمناسبة ما قاعد تقدمها كخدمة عشان عيون الشعب بس، لا هي مقدموها برضو لأن they want to trace you. ما هو الإنسان ده، ما هي العملية التنموية دي، هي resources موارد وبشر، إنسان حايم في هذه الموارد ومؤسسات. أنا بنظر للاقتصاد في الثلاثة حاجات دي، أنا ما عندي النموذج المغلق بتاع المنتجين والهنا، أنا ما بنظر له النظرة دي نظرة ممكن أدرس بها في الكلية، لكن أنا لما أجي أخطط لدولة resources موارد طبيعية يعني land وذهب وغيره مهم حسب المورد اللي عندك، وإنسان البني آدم ده، والدولة والأجهزة النظامية كلها بتنظم الاثنين دين. فالدول دي هنا لما عملت لي البيس نمبر وعملت لي إنه لازم الطفل ده يمشي قبل ما يقدم يمشي يفحصوا له عيونه، أولاً هي عاوزة تشغل الجي بيز دين، يعني عاوزة تخلق وظائف للأطباء والكوادر الطبية. يعني أنت بتعمل الجي بي ده في كل حلة بيكون في مركز صحي، المركز الصحي ده في خيارين، يا يعني إما بتعملوا يعني بتسهل مثلاً كل 5 أطباء يتخرجوا الليلة تخرجوا وعاوزين يعملوا الامتياز، وده ما كلهم ينتظروا في الصف عشان يمشوا مستشفى الشعب ومستشفى ما بعرف شنو، ممكن يعملوا مع بعضهم جي بي والدولة تساهم معاهم فيه بشكل أو بآخر، والجي بي ده بيفحص شنو بيتسجل فيه كل زول برقم الوطني، يعني انت برقم بيتك افتكر كلنا عندنا ارقام بيوت، في زول ما عنده رقم بيت في الخرطوم ما في، اي بيت هسه احنا ساكنين فيه فيه رقم، برقم البيت انت بتتحول للجي بي المعين، بيقول لك انت عندك جي بي ده، ما في سبب بيوديك المستشفى الا اذا بقيت انت مساله حياه او موت. ده بيخفف الضغط على المستشفيات، بيخفف الصرف على الادويه، بيخفف الضغط على استهلاك الهوسبيتال ذاته، لانه احنا يانج كانتري يعني احنا ناس شباب، يعني شنو هي امراض السودانيين بلا الحساسيه والجحه الموسميه والدي، يلا بعد شويه دي بتوريك برضو الامراض الباترن شنو انت بتصرف اكثر حاجه شنو، بتقوم تكتشف مثلا انه السودانيين ده بيصرفوا انتي بايوتيك كثير وده فيري اكسبنسيف، بيقعدوا الناس يقولوا يا اخي احنا والله لاحظنا انه استهلاك السودانيين مثلا من الانتي بايوتيك كثير، بتقعد مع الاطباء بتقول لهم ما تصرفوا انتي بايوتيك مثلا، تاخذ بروتوكول انه كل جي بي او كل طبيب لو تجاوز صرفه للانتيبيوتيك في الشهر المعين ليميت معين لازم يرجع الاخصائي المشرف عليه واللي بيخليه يتقدم في الشغل بتاعه لازم يعني يقعد معه to sit down to understand what is going on here. فانا بفتكر في زمن التكنولوجيا وgiven التقدم التكنولوجي في السودان، انا بتكلم عشان برضو الناس ما يجي يقولون انتم بتقارنوا باوروبا وانتم قالوا نفسكم في اوروبا، لا التكنولوجيا دي موجودة الآن في السودان وإنتوا ناس آي تي يعني ممكن تنقذوني إذا أنا كلامي ده غير صحيح، لكن how to utilize it how to make use of it دي المشكلة، والمشكلة دي حاجتين اثنين، غياب الإرادة السياسية نفسها وغياب الرؤية، يعني الناس الفوق ديل سواء كانوا الفاتو ولا القاعدين هسي الرؤية دي ما عندهم، ما موجودة عندهم،
يعني هم ما عندهم الرؤية دي من أساسه. أنا قلت الكلام ده من مراقبتي، يعني مثلاً الوزير بتاع الصحة الفات اجتهد جداً ويعني ما قصر وكده، لكن ما كانت عنده رؤية. أنا بعتبر مشكلته الأساسية كانت إنه الشخص ده، أنت اللي جبتني وزير في أي مجال محدد، أنا لازم أجيب رؤيتي شايلة معاي. أنا والله دي رؤيتي، افتكر إنه أنا في الأول في 3 سنين هعمل كده، في ما بعرف 2 سنين بعمل كده، في غيره. بعدينك الحكومة الانتقالية دي، يعني أنت لما تيجي تعاين مثلاً عمر الحكومات أصلاً قاعد يكون كم؟ في أمريكا ماكسيمم 8. يعني لما تيجي تتكلم عن 3 سنين، لا 3 سنين دي مهمة، هي ما طويلة. وإحنا كنا بنتمنى إنه الفترة الانتقالية تكون على الأقل 4، فترة يعني فترة انتخابية أولى قابلة للتجديد لـ4 تانية، يعني عشان ما نكون خالفنا العالم، عشان يكون الماكسيمم 8. يعني نتخيل الانتقالية دي كحكومة منتخبة في خيالنا يعني، ونديها على الأقل، لأنه 3 ده لا لمانا في فترة انتخابية أولى ولا لمانا في فترة انتقالية. أنت السوق لو دار تعملها 3 كانت تعملها 1 سنة، وده جزء من الإشكالية اللي إحنا وقعنا فيها. بيوريك برضو إنه ما كانت في رؤية تنموية أثناء التفاوض. يعني الناس دي لما كانوا بيتفاوضوا، تفاوضوا كسياسيين، كمسألة بتاعت مصالح بين اللجنة الأمنية وبين الهنا، لكن ما تفاوضوا برؤية إنه البلد دي واقعة قدر شنو ومحتاجة لزمن قدري كيف عشان أنا أحدث فيها مش تغيير. التغيير طبعاً تقادمي وطبعاً داير زمن، وفعلاً بتفق في إنه أنت الليلة عشان تصل مثلاً لمرحلة رواندا، رواندا عملته في 20 سنة، ممكن نحن بالتكنولوجيا، لأنه طبعاً برضو في دراسات بتقول إنه الحاجة مثلاً عملتها أمريكا في 20 سنة عملتها الصين في 10، لأنه التقدم التكنولوجي بيسهل، وفي حاجة اسمها learning by doing، إنه أنت بتعرف بتتعلم من الآخرين يعني. فأنا أفتكر إنه المؤسسات حاجة مهمة جداً. البيبر بتاعت تروفيك وموليوم دي مهمة جداً، لأن بتناقشك في إنه هل المشكلة هي فعلاً في المؤسسات. النفط لما جاء أصلاً جاء في مؤسسات ضعيفة، وانا اشرت في المره اللي فاتت لداتا مهمه جدا، وفي ناس رجعوا طلبوها مني، الفيدم داتا. الفيدم داتا دي فيها المؤشرات المؤسسيه لكل دول العالم ومن ضمنها السودان. واجين لما تجي ترجع للفريدم اوف سبيتش، ولما ترجع يعني خلينا نتكلم عن حريات التعبير، ونتكلم عن الحريات الشخصيه والديمقراطيه والكوربشن، بتلقى السودان عبر تاريخه الحديث كله بغض النظر ان الحكومه كانت شموليه او ديكتاتوريه doing bad، ما كنا doing well إحنا حتى في الحاجات دي، حتى في الفترات الديمقراطية نفسها. ده pattern، ده نمط، لازم نقعد نفهم إنه ليه ده حصل. إذن هل المشكلة فعلا في إني أنا أعمل ثورة وأشيل نظام شمولي، ولا الشمولية دي في هيكلية الدولة السودانية نفسها؟ وده السؤال المفروض يطرح. هل نحن الدكتاتورية والشمولية هي عرض، بمعنى إنها هي تزول بزوال المؤثر، يعني شلنا نظام البشير بيجاي خلاص انتهت الشمولية والديكتاتورية، أم إنها هي في تركيبة الدولة السودانية؟ هل الفساد الكوربشن نفسه سؤال، هل الفساد هو في يزول بزوال المؤثر، بمعنى إنه شلنا عبود زال الفساد، أو شلنا من بعده نميري زال الفساد، والآن شلنا البشير زال، ولا هو نمط مصاحب لنمو الاقتصاد السوداني والإيفوليوشن بتاعه والتطور بتاعه أوفر تايم؟ يس، هو نمط يعني انتصب الاقتصاد السوداني في كل مراحله بغض النظر عن الحكومات بتاعته، بس في اختلاف درجة السيفيريتي، الحدة بتاعته. ليه كان أكثر حدة في النظام البائد؟ أولاً لتطاول المدة، لأنه أطول النظام طبعاً ظل. الحاجة الثانية لتطاول، لأنه مصاحبة وجود النفط، والنفط معروف طبعاً، ده حديث آخر، لكن معروف إنه هو يجعل الأمور سوءاً في المؤسسات. دي نقطة. إذن إحنا بنفترض إنه ما فيش، أنا شخصياً ده رأيي الشخصي، إنه الدولة مش عاجزة عن تحسين المؤسسات، لكنها ما عندها إرادة حقيقية في الكلام ده. في الشركات الحكومية والجيش، في ناس بيتكلموا كثير عن القصة بتاعت، لكن قبولة كده نتكلم عن الفلسفة زي ما قال دكتور حسام الدين. الفلسفة وراء النظام بتاع التحرير الاقتصادي ده والنيو ليبراليزم دي، النيو ليبراليزم في التطبيق العملي له هو نتيجته دائما الحتمية هي الاضطرابات، زي ما ضربنا أمثال وضربوا أمثال بالبرازيل والأرجنتين ولبنان قريبا. يعني التمظهر بتاع الاضطرابات ده بيحصل ومصاحب لأي سياسة بنك وصندوق، ده خلاص ده بقى نمط لا يمكن إنكاره.
انه في النهايه السياسات دي بالنتيجه اللي بتؤدي لها هي قصه انه الدوله المعينه بتكون في حاله اضطراب. لكن ليه؟ السؤال هو لماذا تؤدي سياسات البنك والصندوق اللي هي قائمه على النيو ليبراليزم دي للقصه بتاعت الاضطرابات؟ لماذا لا تؤدي؟ في الرغم انه هم بيقول لك انت لما تتبعها بتحقق الاستقرار الاقتصادي، لكن في الواقع هي بتؤدي الى الاضطرابات الاقتصاديه والسياسيه. ولكن لماذا؟ لانه النيو ليبراليزم بتقوم على مصلحه امريكا، الولايات المتحده الامريكيه والاقتصاد الامريكي، والاقتصاد الامريكي من اتفاقيه بريتن وودز بقى معتمد على طباعه، هو نفسه معتمد على طباعه الدولار. فبالتالي كلما زاد الطلب على الدولار في العالم كلما شنو زاد ارباح الاقتصاد الامريكي. الاقتصاد الامريكي الان غير منتج، يعني هو ما عندهم انتاج حقيقي، هو تخطى المرحله الصناعيه، هو اقتصاد بتاع استهلاك كبير قائم على انه الشعب بيستهلك بكميات، عشان كده عندهم الائتمان. يعني انت لما شفت امريكا الليله بعد 3 شهور عاوز تشتري لك بيت بتشتري بالدين، لكن بتشتري العربيه اللي انت عاوزها بالدين، لكن وتفضل مديون كده لحد ما تموت. وفي كمان انه ممكن اولادك يورثوا ديونك، يعني في بعض النماذج الاقتصاديه. فهو يقوم على انه في استهلاك مستمر، انه لازم يكون في عمليه استهلاكيه، ودائما عندهم قاعده بيقول لك انه الطلب بيخلق العرض بيخلق الطلب عليه، لانه الفلسفه بتاعت الماركتنج بتاعتهم تقوم على انه give people what they want not what they need. يعني انا ممكن اكون ما I don't need مكنسه كهربائيه، ممكن اقوش عادي، لكن لما اشوفها في الادفيرتايزمنت بكون دار اشتريها. This is what I want not what I need. فبالتالي بمرور الزمن مع الماسف يعني القصة بتاعت الانتاج الكبيرة دي، هم دي برضو قصة طويلة، انتهينا لانه بعد اتفاقية بريتن وودز بقت السلعة بتاعت الاقتصاد الامريكي الاقوى سلعة الان بيبيع الاقتصاد الامريكي للعربات وللتلفزيونات. مدين اخر واحد فيكم اشترى تلفزيون ماركة امريكية؟ منو هسي في السودان هل في ماركات بتاعت عربات امريكية؟ ما في. يعني بتلاحظ انه ما في ماكينات امريكية، ما في قطع غيار كثيرة امريكية، دي اسواق مسيطر على اقتصادات تانية، ولكن هم بيجوا بتاجر بالدولار نفسه. فكلما زاد الطلب على الدولار كلما انتعش الاقتصاد الامريكي. طيب متين بيزيد الطلب على الدولار؟ لما يكون في ازمات، لما تكون في حروب، لما يكون في مناخ بتاع عدم تاكد، لما تكون في انسرتينتي وخوف، الناس بتطلب الدولار زي الحاصل في السودان هسه حاليا، لانه في حاله بتاعت عدم تاكد، في هلع. اي زول عنده حبه قريشات يقول لك انا بحول لي دولار. ليه؟ لانه الدولار قيمته ما بتنزل. والآن الولايات المتحدة الأمريكية ده السبب اللي بيخلي إنه النظام النيو ليبرالي ده يؤدي في نهايته دائماً للاضطرابات، لأنه هو صنع ليفعل ذلك، يعني صنع ليخلق الأزمات فيستمر زيادة الطلب. عشان كده العالم ده كله من حوالينا مضطرب، يعني كل المنطقة الآن هي مضطربة، والدولار طوال في حالة طلب، يعني كل الدول دي بتطلب الدولار بينهم للأسباب دي. فعشان كده هي النتيجة الحتمية للسياسات اللي انتهجتها الحكومة في الفترة اللي فاتت هي الاضطرابات، لأنه نحن عارفين الكلام ده ما حلم، ده شيء واقع احنا شايفينه في دول كثيرة وعشناه في السودان. الحاجة الثانية الاعتماد على القروض. احنا قلنا انه القروض دي حتى اذا منحت، الناس بيقولوا مثلا نحن ما نشيل القروض لانه بيدونا شوية، لكن الكلام ده ما صحيح. حتى لو ادونا 10 مليار 20 60 مليار، الحكومة ستنفق كل هذه الأموال again على تهدئة الاضطرابات. يعني وين حتمشي الأموال دي؟ ما هي الفكرة إنه جات القروش، الفكرة إنه أنت حتعمل بها شنو. الحيحصل إنه بمجرد ما نحن مثلا هسي أصدقاء السودان الفات فشل أو جاب قروش شوية، لنفترض إنه أصدقاء السودان اللي عملوها هسي بتاع السعودية ده جاب قروش كثير، والليلة كانت في مظاهرات، الدولة حتعمل شنو؟ حتشيل القروش دي تنفقها على المواطنين، على إنها تجيب بها قمح تسكت بها الناس. ودي حاجة حصلت في السودان أجين، ده ما حلم نميري عمل كده. يعني إحنا قبل كده المشهد ده عشناه، نميري طبق سياسة التحرير الاقتصادي اللي هو سماه الوقت داك سماها هو الانفتاح. الانفتاح يعني شو؟ يعني تفتح اقتصادك على الدول الأخرى، بالتالي تصبح أنت سوق لهذه الدول لأنه أنت ما بتجاريها في الإنتاج. فبالتالي بمجرد ما أنت دخلنا في عملية الانفتاح بدأت الاضطرابات تظهر، وبدأ الاقتراض يظهر، وبدأ القمح الأمريكي يجينا. نميري ضايق، قالوا له مشى تاني جرى ساعدوني، قالوا له خلاص بنساعدك لكن عندنا شروط. الشروط دي فرضوا عليه وفيها انه هو طبعا يرفع الدعم ويعوم الجنيه، نفس الحاجه اللي احنا بنعيشها الان، رفع الدعم وعوم الجنيه وادوه قروش، وادوه القروش اللي هو دايره مش قروش حبه، يعني ادوه القروش. نميري عمل شنو بالقروش؟ ما عمل بها مصانع زي ما قالوا له، ولا مشاريع ولا طرق ولا بنيه تحتيه، هو شال القروش دي حاول يسكت بها الشعب، وفي الاخر ما قدر يسكته لحد ما سقط.
واي حكومه حتمشي في الاتجاه ده هي في الاخر حيكون ده مآله، هي في الاخر حتصل لطريق مسدود وحتفشل. فلانه دي حتميه الصيروره التاريخيه للنظام بتاع الاقتصاد الحر، خصوصا لما نكون احنا متاكدين انه دخلنا في حاله فشل السوق اللي احنا فيها هسه. اليه السوق واليد الخفيه اللي بيتكلموا عنها دي الان لا تعمل في السودان للتعقيدات اللي ذكروها الدكتورين دي كلها والعارفينها كثير من الاقتصاديين. يعني شنو السيناريو الجاي؟ السيناريو الجاي في الاقتصاد السوداني اذا اصرت يعني وصلنا في الميزانيه اللي شرحها دكتور حسام الدين واستمرينا في سياسه البنك والصندوق هو مزيد من الاضطرابات. الاضطرابات دي هل هي مقصوده يعني عشان توصل الدوله لمرحله التفكك والانهيار لتحقيق اجنده ما معروفه؟ ممكن يكون في بعد سياسي في الموضوع، لكن هي حتميه انه نحن حنغرق في مزيد من الاضطرابات الاقتصاديه والسياسيه الاثنين. يعني حتتصاعد المظاهرات في الشوارع، حيتصاعد التدهور الاقتصادي بشكل كبير جدا جدا في شكل ارتفاع للتضخم وفي شكل بطاله وفي شكل انه الناس حتعاني. بعدين في حاجه غريبه جدا جدا الناس برضو بيتكلموا عنها، انه نجي نتكلم عن برضو نقطه مهمه ذكرها الدكتور اللي هي الجيش والشركات الحكوميه والكلام ده. الجيش نحن عندنا two forces، عندنا ال public يعني ال civil sources القوى المدنية في أي دولة والقوى العسكرية، ودال عندهم أدوارهم اللي كل زول عارفها، دال مهمتهم يبنوا الدولة ويضعوا السياسات والمؤسسات، ودال مهمتهم يحموا الدولة ودستورها والكلام ده. لكن الجيش السوداني في الفترة بتاعت 30 سنة الفاتت دي شهد تطور نوعي كبير جدا جدا، يعني في شكل مؤسساته، في يعني تطور نتيجة لأنه المؤسسة العسكرية السودانية استأثرت بموارد الدولة لأكثر من 50 سنة. يعني في 66 سنة حقت السودان دي أكثر من 50 سنة دي إحنا الجيش ده حاكمنا، يعني حاكم بمعنى إنه مستأثر بإيرادات الدولة. ما نفس الجهد ده تبذل في الجانب المدني، عشان كده بنلقى إنه الآن المؤسسة العسكرية بقت بالواضح كده أقوى اقتصادياً، أقوى تنظيمياً، إمكانياتها كلها. يعني أنت لما تيجي تقارن الليلة الجيش بالجامعات السودانية والمراكز البحثية على سبيل المثال، بتلقى المؤسسة العسكرية أغنى وأكثر تنظيماً وحداثة وغيره. لما تيجي تقارن المستشفيات السودانية والقطاع الصحي بتلقى نفسها. لما تيجي تقارن مؤسسات الدولة العدلية بتلقى الجيش أقوى لأنه هو استأثر بالموارد. طيب المطلوب شنو؟ هل المطلوب الناس هسه بتقول لك إحنا نهيكل الجيش؟ السؤال المطلوب الآن، المؤسسات اللي بتدير الجيش دي مؤسسات مربحة، مؤسسات بتجيب قروش. إحنا محتاجين ما بس نطالب بإعادة هيكلة الجيش أو تفكيك المؤسسة العسكرية، ما هي مؤسسات دي كلها اتعملت بقروش السودانيين at the end of the day. يعني بغض النظر عن إنه المؤسسة هي ملك للدولة السودانية وملك للمواطن السوداني. إذا المؤسسات، أنا ما بتكلم عن الشركات الوهمية اللي إحنا ما عارفينها، لكن بتكلم تحديدا عن مؤسسات الجيش زي جياد وزي غيرها وزادنا، دي كلنا عارفين انها هي من الناحيه الاقتصاديه البحته هي مؤسسات ناجحه وتدر دخلا. طيب هل الحل اني انا اشيلها واوديها وزاره الماليه؟ اذا كان هذا هو الحل احنا محتاجين نسال سؤال، هل وزاره الماليه عندها كاباسيتي انها هي تدير المؤسسات دي بنفس قدر النجاح ولا لا؟ ده سؤال ثاني. يعني انا ما بشوف انه الاشكاليه في الاداره بقدر ما انه الاشكاليه في انه لازم المؤسسات دي اذا في انها هي بتتمتع مثلا باعفاءات ما بتستحقها أو تاكسز ما بتدفعها، الناس تراجع على الموضوع ده، أو إذا في استئثار من أشخاص معينين وسيطرتهم على موارد هذه المؤسسات. لكن إذا هي شركة زادة دي مثلا شركة ناجحة أو شركة جياد دي شركة ناجحة، أنا ضد إنه إحنا نفكك الأشياء دي، بل على العكس نبني عليها، لأنه أصلا هي الثورة الصناعية دي في أوروبا هنا اتبنت على الصناعات الحربية. الصناعة في أوروبا كانت صناعة حربية. ليه؟ لأنه أوروبا كانت في فترة بتاعت حرب جندت فيها كل إمكانيات الدولة في الجيش. السودان شبيه بالحكاية دي، ما احنا ما دخلنا حرب عالمية، لكن احنا من قبل 56 احنا في حرب أهلية، فجندت كل ثروات السودان وإمكانياته للمؤسسة العسكرية عشان نصنع السلاح عشان احنا بنكاتل في بعض. ده غير طبعا حروبنا الحدودية. الحكاية دي أوفر تايم لما الدولة خلاص فلست وبقت ما قادرة توردها، اكتشف الجيش انه هو لازم كمان ينتج عشان برضه يمول روحه عشان يوفر ذخاير وكده للعمليات الحروب اللي هو في استعمال. يعني الجيش السوداني هو الوحيد في المنطقه اللي في حاله استعداد، يعني من متاسس يعني. فده غايته باختصار يعني. شكرا جزيلا سبنا. نحن طبعا وصلنا لختام الجلسه بتاعتنا،
في الختام ده حنقوم ناخذ بس كلمه من بكري وكلمه من دكتور حسام. بكري تفضل. دكتور بكري دكتور بكري ما موجود شكله ولا شنو؟ طيب دكتور حسام نختم بك. الحلول. الجزء اللي تكلم عنه دكتور بدري بكري المدني عن علاج التضخم كان احنا تكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، انا ما حبيت اكرره. نعم. وهو عمل اضافات سره جدا، انا اتفق معاه تماما في انه البروتوكول بتاع العلاج بتوصيه المسألة الطبي بيبدا بتوقيف التضخم، تكلمنا عن الحاجه دي في حضور دكتور سبنا ودكتور نعمه وجودك في الحلقه اللي فاتت، الكلام قالوا ده سليم جدا من غير توقيف للتضخم او تقليله، وحتى تكلمنا عن الستبس ذاتها من بين الحلول الداخليه والحلول الخارجيه الاثنين عشان اوقف التضخم بشقين. وممكن الساده الافاضل عشان احتراما لزمن الحلقه يرجعوا لرابط الحلقه اللي فاتت عشان يعني يشوفوا حلول التضخم اللي احنا قلناه شنو، لانه طوال احنا بنتسائل عن الحلول وكانه احنا مثلا بنتكلم كلام يعني توبوغرافي يعني ما عنده وجود. طيب انا مصير ثاني برضه في كل مداخله اتكلم عن التنظير، لانه طوال احنا بنسمع الجماعه اللي بيفتكروا انه كلامنا ده تنظير، اللي هو انا بدت به الرميه بتاعت مشاركتي، احتمال في مشاركين دو خاشين او مستمعين لللايف ده ما سمعوا التعريف الفلسفي اللي انا تكلمت به عن التنظير. يا جماعه ما في حاجه اسمها تنظير. انا حاعيد الكلام ده ثاني قبل ما اعمل السمري بتاعي. اللي بنتكلم عنه ده حلول صعبه، احنا ممكن نسميها حلول صعبه لكن ما ممكن نسميها تنظير. التنظير اللي هو بالمعنى العام السوداني نحن بنتكلم يعني بنتكلم به في مساطب الاحياء وكده في البونسات، يعني اللي هو ده الكلام اللي ما عنده اي قاعده وعباره عن شخبطه في الهواء او رسم على الماء وكده. وفرقنا ما بين معنى نظري ثيوريتيكال اللي هي الكلمه جايه من فلسفه العلوم باللغه الانجليزيه، وما بين النظر والتدبر والتفكر وهو امعان الفكر واستفراغ الوسع والجهد في بلوغ المطلوب، ده النظر باللغه العربيه بمعنى كده. الكلمه بتاعت نظري نحن بنستخدم بها في التعليقات هي ما عندها اي صله لا بالمعنى العربي القاموسي ولا بالمعنى الانجليزي الجاي من فلسفه العلوم. فنحن بنقول دي حلول صعبه لكن دي حلول لابد تتعامل عشان الثوره دي تصل لاهدافها. يعني لما انا اقول لابد نقلع 10 مليار دولار من العساكر ده حل صعب لكن ما حل نظري. لما نقول لابد نرفع الانتاج، طبعا لانه تكلمنا نحن عن 600 شركه يا دكتور بكر ان شاء الله ما تسمع اللايف في الحته اللي فاتتك، احنا بنقصد ضرائب المنتجين، ما بنقصد احنا نمسك زول هو ما شغال يعني تو تاكسين، ما بنقدر طبعا، ده كلام ده حيكون صعب جدا كده، حنبقى زي الكيزان اللي هو كانوا بيجلدوا الناس في الاسواق يعني الناس المحليه، لا احنا بنقصد الشركات المنتجه. وده يكون مصاحب بقوانين بتاعت عمل تحفظ حقوق الموظفين، لانه انت لما نيو تاكس شركه منتجه كبيره حيعمل شنو؟ والكمبريس داون الموظف بتاعه، فبالتالي ما عملنا حاجه، زدنا البوفرتي بدل ما احنا نشيل قروش الضرائب دي ندعم بها الانتاج وكده. بقرا تعليقات كثيره عن الانتاج، طبعا برضه في الحلقه اللي فاتت تكلمنا يا شباب عن الانتاج وانه تكلمت عنه دكتورة سبنا باسهاب وتكلمت عن الدوله الريعيه. ده الجزء الثاني من الحلقه، انا يعني بطلب من الناس يعني بكل لطف انه يرجعوا للحلقه اللي فاتت، يعني ما بنقدر نحن عشان ما نكرر انفسنا كثير. المره دي انا يا شباب الناس المتداخلين كنت من جميل بقرا تعليقاتهم بدوينا، احنا بنتكلم عن نقد الموازنه الجديده في المستجدات ما بين شهر اللي هو اللايف اللي فات كان قبل شهر تقريبا وهسع، فبالتالي في كثير من الكلام قلناه وما حبينا نكرره. دكتور بكري الحمد لله جاء تمه، تتكلم عن البروتوكول العلاجي، تكلم عن يعني صوابيه ترتيب الحل، يعني ما يكفي الحل الصح بس، زمان مذكرين في المبرهنات الرياضيه انت يعني في خطوات انت بتعملها عشان تصل للحل الصحيح، يعني ممكن تجيب الحل الصحيح ده بالصدفه، الاستاذ ما بيديك درجه كامله. ترتيب الخطوات اللي هو ده المنطق، ده اللي هي دي الصوابيه اللي كان بيتكلم عن دكتور بكري، يعني انت ما ممكن يعني تو امبلمنت النيو ليبراليزم حتى هي الشوهاء اللي هم بيطبقوها دي زي ما قال تفضل هي ما موجوده اصلا في العالم الا في الكتب، من غير ما انت تعمل الاجراءات اللي تكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت. انا داير اتكلم الكلام النجيض السخن اللي هو الناس بيزوغوا منه طوال.
اللي هو امتداد منها، وانا حاختم يا دكتور انور دكتور سبنا دكتور نعمه. الحلول الصعبه اللي هو حمدوك السع ما قادره، ورا الحريه والتغيير لانهم متضايرين ورا الدعم السريع والجيش ضد الكيزان، وده ما بيديونا الحق على انه يجهدوا الثوره بتاعتنا، على انه نحن ما بنقبل ننتزع الاقتصاد السوداني من 300 اسره في المؤتمر الوطني الى 200 جنرال في قياده الجيش والدعم السريع. يعني احنا استبدلنا احمد بحاجه احمد، اللي هو ده الجانب بتاع الايرادات اللي انا بتكلم عنه في الموازنه المعدل، اللي هو ده المناط بتاع حلقه الليله. ما هو المصروفات تعذروا بالكورونا، وتكلمت انا في مداخلتي المتواضعه عن ان الكورونا ما عذر، بس احنا بنتكلم عن الجانب بتاع الايرادات. في الجانب بتاع العمله المحليه اللي هي المعركه التاجيله ما ادى الى خير، احنا بنأجل في المعركه الداخليه مع العساكر الشريك العسكري المفترض بموجب الوثيقه على انه يساهم ب 2 مليار دولار، وهي شويه هسي قلنا الى مبلغ 5 مليار جنيه، نحسبها نشوفها كم بدولار 55 او بدولار 170 بتاع الليله، نشوفها عامله كم بالدولار. طبعا ده كلام ميت، ده ما مكتوب. بنفس الشراسه الخشنه بقى التفاوض، وان كان شراسه ذاتها ما مقبوله، ايام نحن في القياده نخش بها مع الشريك العسكري. القروش دي ما حقتكم. ببساطه احنا بنقول لهم الكلام ده الان، الايرادات اللي هي بترجع الجانب الايمن في الموازنه في البادجت اللي عندنا فيها الديفيسيت هسه ب 4 مليار دولار، وميزاننا التجاري فارق بمبلغ بتاع 5 مليار دولار. القروش دي ما حقتكم، دي ما حقت 70 الف مسلح للدعم السريع. دي ما حقت 400 الف مقاتل في القوات المسلحه، دي حقت 43 مليون انسان. ودي حاجه لابد يستوعبها تستوعبها وزيره الماليه المكلفه، ويستوعبها رئيس الوزراء، ويستوعبها الحاضن السياسي. دي المعركة الحقيقية. بعد كده التفاصيل بتاعت الضرائب والدعم والتمويل الأصغر والتمويل الأوسط، دي كلها مسائل لا تقل أهمية. قبل أنا تكلمت عن التغطية الجنائية للضرائب. طبعا الليلة النيابة ما في صالحك. لما أنا مثلا أستنى قانون بتاع الضرائب، وكيل مصلحة الضرائب الآن استقال اللي هو جاويش، وما يتنفذ ورسل ورقتين بتاعت الضرائب للشركه سين التابعه للدعم السريع، او شركه صاد التابعه للقوات المسلحه، او شركه عين التابعه لجهاز الامن، وما يجوني لانهم عندهم حصانات وبتاع، انا بطلع امر قبض. طبعا لانه امر القبض ما بيسري، لانه ذي الناس عندهم حصانات، ودي دوله قمعيه لسه احنا في ظلها، زي ما الحصانات ما اترفعت عن قتله الناس اللي ماتوا في استشهدوا في القياده. انا طوالي ببلغ الشارع بقول لهم يا جماعه الناس ديل ما استجابوا الى النداءات بتاعت اصلاح الملف الاقتصادي، تخلي الشارع يتم الاصلاح الاقتصادي بطريقته الخاصه. لكن الغطغه والديستير زي ما بيقول حميدتي ما مقبوله، وهي اللي بتعمل لنا الحاجات الانفجار اللي حصل بدل او بداياته بدات تحصل في موكب 17 اغسطس الجبيل بتاع جرد الحساب. اتفق مع الدكتور بكري على الحوكمه، اللي طبعا دي حاجه انا ما متخصص فيها، الدكتور اسهب فيها وشكرا له وتعلمنا منه كثير. اتفق مع دكتورة على انه النموذج الكلوزد اللي هو بندرسه نحن في الجامعات، يعني هو مدخل جيد للساده غير المتخصصين في الاقتصاد المشاهدين لفهم كيف يمكن تشتغل الماكينه الاقتصاديه. تقليل الطلب على الدولار دي نقطه كويسه من الدكتور جبير، طبعا تكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، على انه انا يعني لو ما قادر اقلل الطلب على الدولار انا بزيد فرصي بتاعتي انه انا اجيب دولار عبر الشركات الحكوميه، ودي برضه احنا تكلمنا عنها. وطبعا المشكله زي ما قال دكتور بكري، هو الحكومه اكبر مشتري للدولار، وعشان الحكومه اكبر مشتري للدولار السنه الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن الحاجه دي، انا لازم اضمن شهريا دكتور بكري ودكتور سبنا توافقني 600 مليون دولار شهري. طبعا ما في زول في السودان بيطلب 600 مليون دولار شهري غير الحكومه، ده اكبر مشتري، هي الحكومه ذاتها اللي بترفع سعر الدولار، اللي هي بغطي بها المحروقات، وبغطي بها الادويه، وبغطي بها بعض او جل المنتجات اللي انا ما بنتجها، يعني 80% من اللي انا بستهلكه او 70% ما قاعد انتجه. طيب بغطي كيف؟ بغطي بشركاتي الحكوميه نحن قلنا دي ذات. ما هو انا لازم انا يعني مواردي الموجوده تكلمت عنها دكتوره سبنا باسهاب احفزها داخليا بالانتاج، والانتاج اللي هو عمله محليه، مجهود بسيط، تريجر بسيط، يعني ملتيبلاير بسيط، ممكن يجيب لي مليارات الدولارات. فده اللي هو دي ده، وفي نفس الوقت انا بالطريقه دي بعالج التضخم، لانه انا اول انجكت هيلثي دولار في مفاصل الاقتصاد، وبعد كده القيمه بتاع عملتي بترتفع،
وبقدر أنا أقضي على جانب كبير جدا من مسببات التضخم بأشكاله، سواء كان انفجاري أو غالوبين أو هايبر انفليشن أو ستاكفليشن أو كل الأشكال بتاعت الدولار دي. أنا بقول يعني في ختام الحلول، المعارك المؤجلة لن ينتصر فيها الإنسان بالتأجيل أصلا لازم تخوضه. والملف الاقتصادي ده ملف مارق من رحم الثورة. هي نحن مرقنا ليه؟ نحن مرقنا معايش وظلم، والمظالم جاية من رحم المعايش. فالمعايش الآن فشلت الحكومة الانتقالية بمسببات بتاع الجفرنس، تكلم عنها دكتور بكري بطريقة أو بأخرى، المحاصصة على خروقات الوثيقة، فقدت الشارع احترامه للحرية والتغيير، فقدت المكون العسكري الشريك احترامه للحرية والتغيير، فقدت الحكومة التنفيذية نفسها حمدوك والتيم بتاعه احترامه للحرية والتغيير، وبالتالي اتخلق الوضع الكيوتيك ده. فدي معارك. تأجيل المعارك والاحتفاء بالغنائم قبال انتهاء المعارك انتجين الواقع. عندنا معركة بتاعت اقتصاد. الاقتصاد ده كان ماسكينه الكيزان ويرسوه العساكر. إذا معركتنا الآن مع الشريك العسكري. بس شكرا جزيلا، ما عندنا أي فهم تاني. تستخدموا انتوا قوتكم التفاوضية، قوتكم الشخصية، تستعينوا بصديق. عندنا اقتصاد ب$10 مليار يوازي اقتصاد السودان قاعد في يد العساكر، شايلين 70,000 مسلح و 400,000 مقاتل نظامي، مقابل دل 500,000، مقابل 43 مليون ناقص ال 500,000. ده كلام ما مقبول. الملف العدلي اللي هو من رحم الملف الاقتصادي، وتفضلت يا دكتور انور بانه ده موضوع خارج نطاق حلقتنا، لكن انا بربطه اي اسوسييتد ات وذ الملف الاقتصادي لانه من الاهميه بالمكان. اذا ما حصل استقرار المواطن زي ما قال ابن خلدون يعني او علماء السوشيولوجي، انا اذا انا مقموع ومقهور وبنضرب وموارده قدامي تتسرق بالبوت، انا ما بنتج، ما ممكن انتج. الانسان لا ينتج ولا يكون انسان يعني هومو ايكونوميكس يا دكتور بسموش كده هومو ايكونوميكس، ما ممكن اكون انسان اقتصادي او يعني رشيد وانا في جو بتاع قمع وفي جو بتاع كبت. والملف العدلي بيحقق الحاجه، قتلى وشهداء مجرة الاعتصام، اطفال الابيض، اطفال اعتصامات دارفور من فتبرنو من نيرتيتي من غيرها، قتلى الشرق، الجماعه ديل لو انا ما انصفتهم انا ما اتوقع اي برودكتيفيتي تحصل. الجفرنس اتكلم عنه دكتور بكري، وفي ناس مختصين انه تايم بيسلموك الوف الصفحات في الجفرنس. البلد بخير بالمناسبه، خارج نطاق الحريه والتغيير، خارج نطاق التيم بتاع حمدوك الموقر، خارج يعني دي حاجات انا لازم ارتب الاولويه زي ما قال دكتور بكري بروتوكول، انا ارتب الاولويات بتاعت الحل. فللاسف احنا كتكنوقراط يعني اتكلمنا كثير واتكلمنا عشان البلد، يعني مش لانه احنا بنحب الكلام في الحلول زي دي. احنا ان شاء الله قدام وبنلابوريت في التفاصيل دي، بنقلب المكعب ده 4-5 مرات كده كل مره بيوش، ونغير المكعبات بتاعته عشان نقدر نوضح الصوره عبر الصفحه بتاعت مجموعه الباحثين للانسان السوداني، وبالتالي هو ذاته يساعدنا انه يكون جزء من الحل. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا دكتور حسام، شكرا جزيلا دكتور سبنا، وشكرا دكتور بكري جاك على الحلقه الثانيه، كانت مفيده وفيها معلومات كثيره محتاجه لوقت تتعالج وتتهضم. ان شاء الله نواصل احنا في الحلقه الثالثه في الفتره الجايه ان شاء الله. نشكر مجددا دكتورة نعمة الفاتح لحامر على الترتيب للويبينار، وشكرا للناس الموجودين في زوم والناس المتابعين على الفيسبوك، لان التعليقات اللي ما غطوها الاساتذه ان شاء الله بنسحبها معنا في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم كثير.